الرئيسي وهذه الاجتماعات السنوية. هذا هو الاجتماع 58 لمجلس محافظي البنك الأفريقي للتنمية والذي تستضيفه مصر هذا العام، وهي المرة الثالثة التي تستضيف فيه مصر هذا الحدث المهم، حدث أفريقي بامتياز. الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص كعادته على المشاركة ورعاية الأحداث المهمة سواء المحلية أو الإقليمية، ناهيك عن أن القارة الإفريقية هي إحدى المحطات المهمة في المسيرة المصرية والاهتمام المصري. بعد قليل تنطلق هذه الاجتماعات التي تعقد سنويا، وتعنى هذه الاجتماعات وبحضور عدد من رؤساء الدول الأفارقة وبمشاركة 81 محافظ بنك مركزي ووزير مالية من الدول الإفريقية وكذلك من دول أخرى. هي اجتماعات مهمة للغاية، تعنى هذه الاجتماعات وهذه المرة بمناقشة قضايا التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وبناء على ما كان من مقررات مؤتمر المناخ كوب 27 والذي انعقد هنا في شرم الشيخ أيضا بهذا المركز المؤتمرات في نفس القاعة، بناء على ما تم تقريره لصالح الدول الإفريقية التي تحتاج إلى كثير من الدعم وكثير من المساندة في تحولها إلى الاقتصاد الأخضر وتحولها إلى الاقتصاد الداعم للمناخ، وأن تجرى مشروعات مستدامة للتنمية في إفريقيا سواء في قطاع البيئة وفي قطاعات الطاقة وفي قطاعات المناخ أو في غيرها من القطاعات. كذلك تعنى هذه الاجتماعات وهذه المرة في هذه الدورة بتوفير المزيد من الاستثمارات للدول الإفريقية. ربما دار حديث من البعض عن أنه هناك ما يجب أن يتم ضخه لصالح القارة الإفريقية وبشكل فوري يقدر بنحو 10 مليارات دولار، ناهيك عن مسألة التنمية المستدامة في القارة الإفريقية التي تحتاج إلى كثير من الدعم العالمي. فالقارة الإفريقية رغم أنها الأكثر معاناة في العالم ربما من أثار التغيرات المناخية، إلا أنها لم تتسبب في هذه التغيرات المناخية، وبالتالي فإن القارة الإفريقية في محط الاهتمام العالمي، ولكن دائما يجب أن تعد العدة ويجب أن تبلور الأمور وأن تقدم إلى المستوى العالمي بالشكل المهم والشكل اللائق والشكل الذي ينعكس إيجابا على القارة الإفريقية في دولها جميعا. هذا عمل إفريقي مشترك وهذا عمل مهم للغاية. اجتماعات البنك الإفريقي للتنمية التي تعقد كل عام تكتسب هذه الدورة أهمية يعني مضافة وزخما بالدعم المصري وبالقدرة المصرية على الحديث إلى العالم في مختلف القدرات ومختلف المجالات التي تحتاجها القارة الإفريقية. نتحدث عن تنمية مستدامة، نتحدث عن تحول إلى اقتصاد أخضر، ويقصد بالاقتصاد الأخضر الاقتصاد القائم على الصناعات النظيفة التي تراعي اشتراطات البيئة العالمية مراعاة للمناخ والحفاظ على ألا تتغير درجة حرارة المناخ بأكثر ارتفاعا من درجة ونصف فقط خلال السنوات القادمة، لأنه بالفعل بدأت التغيرات المناخية سواء يلحظها المواطنون العاديين يعني في كل مكان في العالم أو من خلال الرصد البيئي والرصد المناخي من قبل المتخصصين. الجميع أجمع على أنه هناك بالفعل تغيرات مناخية متفاقمة ويراد لها أن يعني يتم الحد منها خلال السنوات القادمة، وهذا لا يتم إلا من خلال الحصول على طاقة نظيفة، طاقة خضراء وقدرات صناعية أكبر لكن بضرر أقل للبيئة وبضرر أقل للمناخ وبانبعاثات
كربونية وباحترار أقل، وهذا هو الهدف الحقيقي من أجل توفير ما يستلزم لهذا الكوكب كوكب الأرض للحياة بشكل أفضل، والحفاظ على الحياة البيئية سواء في القارات المختلفة أو كذلك في البحار والمحيطات الحياة المائية أو كذلك في الهواء، والحد من ملوثات الهواء ومن الاحترار العالمي الذي يعني يسبب زيادة وارتفاعا في مناسيب المياه بذوبان الجليد في الأقطاب في قطبين الشمالي والجنوبي، وبالتالي أثار وخيمة على الحياة البحرية وكذلك على الحياة البرية، وتأثرا أيضا للزراعات وباحترار الأرض، حرائق الغابات نلاحظ كذلك انتشارها، وهذا بطبيعة الحال يؤثر على الحياة الإنسانية بل على مستقبل الإنسان ومستقبل كوكب الأرض بشكل عام. لذا كان الانتباه إلى مثل هذه الأمور أمرا محتما على الجميع، وقد قادت مصر هذه المسيرة ربما من خلال ترأسها واستضافتها قمة المناخ COP27 وسعيها العالمي في لقاءات كثيرة ومتعددة، سواء قبل قمة المناخ التي انعقدت هنا في شرم الشيخ أو خلال طبعا أعمال هذه القمة التي يعني عقدتها الأمم المتحدة هنا في مصر، أو كذلك بعد هذه القمة وتسليم القمة القادمة COP28 إلى دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتولى أيضا مسيرة مهمة ودعما مهما لصالح قضايا المناخ في المنطقة وفي سائر بلدان العالم. لكن هناك خصوصية إفريقية وأريد أن أتحدث عنها هنا، الخصوصية الإفريقية بالاحتياج الإفريقي لمزيد من الدعم، هذه الدول الإفريقية التي استحقت بالفعل هذا الدعم من خلال توفير القدرات الحقيقية لبعض الدول الإفريقية التي لم تساهم كثيرا في مسألة الاحترار والتغيرات المناخية لكنها كانت الأكثر تضررا كما ذكرت لحضراتكم. أعمال البنك هذه المرة بنك التنمية الإفريقي تمتد إلى قطاعات متعددة، إلى قطاعات التنمية المستدامة، إلى قطاعات الطاقة بمختلف الأشكال، الطاقة الجديدة والمتجددة، الطاقة النظيفة، والتوجه إلى إنتاج الطاقة الخضراء، وهذا يستلزم هذا التحول إلى الطاقة الخضراء والتحول إلى الاقتصاد الأخضر بشكل عام يحتاج إلى مزيد من الدعم ومزيد من التأسيس في البنية الأساسية وفي قدرات التمويل، كذلك قطاعات الاستثمار المختلفة في المجالات المختلفة. أعتقد إنه الحديث هنا ينبغي أن ينبني على إرادة سياسية حقيقية، وهذا ما تقوده مصر حين كانت ترأس الاتحاد الإفريقي عام 2019، وامتدت هذه المسيرة حتى اليوم وبدعم مصري مضطرد ومتزايد لصالح القارة الإفريقية. الرئيس عبد الفتاح السيسي ربما شارك في اجتماعات كثيرة سواء على مستوى القارة الإفريقية، وانعقدت أكثر يعني انعقد أكثر من اجتماع هنا في شرم الشيخ سواء اقتصادي أو في تجمعات اقتصادية، وكذلك في شراكات مع الصين مع اليابان مع الدول الأخرى مع الاتحاد الأوروبي، وحملت مصر الصوت الإفريقية إضافة إلى صوت المصري لينقل إلى العالم من أجل دعم إفريقيا، وهذا حقها لأن هذا الدعم ليس تفضلا من العالم على القارة الإفريقية، بل القارة الإفريقية استحقت أن تكون في يعني مركز هذا الدعم وأن يزاد في سبيل الإنماء الإفريقي والتحول الإفريقي إلى القدرات المستدامة والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية. إذن بعد قليل تنطلق أعمال هذا الاجتماع، الاجتماع 58 كأحد الاجتماعات السنوية المهمة كما ذكرت لحضراتكم، ربما يشارك ما يزيد أو يصل إلى 4000 مشارك من معظمهم من دول القارة الإفريقية إضافة إلى دول أخرى، دول داعمة ودول مهتمة، كذلك محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية ومسؤولو ونواب المحافظين في عدد كبير من الدول، يصل عدد المحافظين ووزراء المالية المشاركين إلى 81 دولة عضو ودولة مشارك من القارة الإفريقية ومن بعض الدول من خارج إفريقيا.
هناك اجتماعات متعددة، هذه هي الجلسة الافتتاحية التي ستعقد بعد قليل. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل ضيوفه وتوجه لصورة تذكارية، وبعدها بدء الأعمال التحضيرية وبدء الأعمال الفعلية في هذه الجلسة الافتتاحية التي يحضرها العديد من الشخصيات الدولية المهمة، كذلك الأكاديميون والخبراء الاقتصاديون بعدد من المجالات المختلفة ومن عدد كبير من الدول. زخم سياسي واقتصادي وبيئي واستثماري كبير حظيت به هذه الدورة من هذه الاجتماعات. الأعمال التحضيرية بدأت بالفعل في أكثر من فعالية، كان الفعالية الأساسية التي بدأت بالفعل عن دعم الاقتصادات الإفريقية وضرورة توفير الاستثمار والتنمية المستدامة، شاركت فيها من مصر دكتورة رانيا المشاط وكذلك محافظ البنك المركزي سيلقي كلمة. هذا المؤتمر الذي ينظمه البنك المركزي المصري كذلك يتحدث فيه رئيس البنك بنك التنمية الإفريقي. ناهيك عن الكلمة المصرية، الكلمة التي تؤكد اهتمام القيادة السياسية والدعم المصري ممثلا في الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه الفعالية المهمة. سوف يمتد هذا أو هذه الاجتماعات وهذا وأعمال هذه الاجتماعات إلى 5 أيام من يوم 22 مايو وإلى 26 مايو، لكن على المستوى الرفيع ومستوى القمة تمتد أعمال اليوم في هذه الجلسات المتعاقبة، ثم تعقد جلسات نوعية بعد ذلك تهتم بعدد من القضايا التي ذكرتها لحضراتكم، لكن معظم هذه القضايا هي قضايا إنمائية وقضايا تختص بمسألة الاستثمار ومسألة التمويل وتمويل القطاع الخاص وجذب أموال أو رؤوس الأموال الخاصة إلى القارة الإفريقية تحقيقاً لإزكاء القدرات الإفريقية على تحقيق المزيد، لأنه الأمور لا يمكن. Thank you.
الكرام نزالوا مع حضراتكم على الهواء مباشرة من شرم الشيخ، ونحن في انتظار بدء هذه الفعاليات المهمة للاجتماع 58 لبنك التنمية الإفريقي الذي يعقد هذه المرة وللمرة الثالثة في شرم الشيخ بمشاركة نحو 4000 مشارك وضيف على مصر من مختلف الدول والأقطار، خاصة الدول الإفريقية. هذه القارة التي كنت أتحدث منذ قليل عن أنها استحقت أن تكون في مكان ومكانة أفضل مما هي عليه، وأن تعوض عن كثير من المشكلات والظلم وويلات الاستعمار على وويلات استغلال الثروات الطبيعية، وهذا ربما يحدث في بعض الأقطار الإفريقية حتى اليوم. وبالتالي فكرة التنمية المستدامة وفكرة الشراكة وليست فكرة المساعدة، هذا مفهوم تحدث به الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل أكثر من مرة. قال إن القارة الإفريقية لها أن تكون شريكا ولها أن تكون مكانا مهما للاستثمار في العالم، لأنها تزال القارة البكر والقارة الأفضل للاستثمار والأكثر تحقيقا للربح، لكن يجب أن يكون هذا الربح تشاركيا سواء لصالح المستثمرين أو كذلك لصالح التنمية في هذه الدول الإفريقية، وبالتالي أن تبنى المسألة على فكرة المصالح المشتركة وفكرة المشاركة وليست فكرة الاستغلال التي تم البناء عليها على مدار عشرات إن لم يكن مئات السنوات. حان للدول الإفريقية آن لها الآن أن تكون شريكا حقيقيا في التنمية، ليس فقط بالمواد الخام أو بالثروات الطبيعية الموجودة بها، لكن ما يبنى كذلك على توطين الصناعات وتوطين التكنولوجيا والاستثمار المشترك تحقيق فرص عمل حقيقية لأبناء القارة الإفريقية من خلال الاستثمارات التي ينتظر أن تستقبلها. لا أخفي عن حضراتكم كثيرا إذا ما تحدثت عن أن مصر هي البوابة الحقيقية للقارة الإفريقية، سواء في طرق المرور إلى القارة الإفريقية وتوجيه التجارة إليها أو استقبال كذلك الاستثمارات المختلفة بشكل أو بآخر. مشاهدينا الكرام، يسعدني الآن أن أستقبل الدكتور محمد معيط وزير المالية. سيادة الوزير أهلا بحضرتك، منورنا. وأهم ما يدور اليوم في هذه الاجتماعات السنوية 58 التي تستضيفها مصر في شرم الشيخ. طبعا ده حدث كبير للقارة الأفريقية، الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، البنك يعني بيعتبر البنك الدولي بس الأفريقي، وبالتالي وهو عنده محفظة كبيرة جدا لمصر، ومصر من المساهمين الرئيسيين في البنك. ويعني عاوز أقول أنه وجود هذا الحدث ووجود هذا الكم من الضيوف، طبعا رؤساء دول ووزراء مالية وخلافه، يعني ده شيء برضو بالنسبة لنا رسالة مهمة، بالإضافة إلى أنه البنك بصراحة يعني داعم قوي لمصر في مشروعات عديدة وفي تمويلات عديدة. يمكن لو حضرتك تابعت لسه من عدة أيام أصدر ضمانة بحوالي 345 مليون دولار عشان هنصدر باندا في الأسواق الصينية، ودي أول مرة في القارة الأفريقية، مش كده؟ القارة الأفريقية إن هم يصدروا ضمانة لدخول السوق المال الصيني وبالعملة غير الدولار، لأنه هنصدر باليوان مش بالدولار، فبالنسبة لهم دي أول مرة يعملوها لدولة ما عملوهاش قبل كده لأي دولة. فطبعا ده حدث مهم، وهم كانوا يعني بصراحة بالنسبة لهم حاجة جديدة. بما أنا بتحدث مع وزير المالية، ده هيسهم في الإقلال من الضغط على موضوع العملة الصعبة خاصة الدولار؟ يعني هو احنا في وزارة المالية هدفنا انه ننوع من الاسواق المالية ومن الادوات اللي انا بمول بيها ومن العملات اللي انا بمول بيها ومن المستثمرين اللي انا بمول من خلالهم، فدي هتساهم في هذا الامر. ليه؟ لانك رايح سوق المال الصيني مش رايح الاسواق المعتادة لمستثمرين صينيين تحديدا، ايضا عملة مختلفة
احنا ما عملناش اصدرنا باليوان، اصدرنا بالين من حوالي سنه، اصدرنا بالين 500 مليون دولار مقابل بتاعهم بالين. فبالنسبه لنا تنويع المصادر، وده العالم كله متجه لكده، انه يبقى في عملات مختلفه، يعني ما يبقاش عمله واحده او اتنين هم المسيطرين. فده بالنسبه لنا ده مهم، واحنا متبنين في وزاره الماليه هذا. احنا لينا معاملات مع الصين، ولينا معاملات مع الهند، ولينا معاملات مع ده، وبالتالي فيعني كله دلوقتي بقى عنده استعداد ان يبقى يعني في نوع من التعامل بعملات مختلفه. هذا هو اتجاه العالم. طيب، مشكلات اقتصاديه في كل مكان في العالم، ربما المنطقه بتعاني اكثر، ودول الأفريقية بتعاني بطبيعة الحال لأنها جزء من العالم وجزء أقل نموا. لكن الحديث عن المستقبل، هل يمكن من مثل هذه الاجتماعات أو من خلال ما يقدم من دعم ومن استثمارات كما كنت أتحدث للدول الأفريقية أنها تتخطى هذه الأزمة، أنها تحقق طفرة حقيقية في نظر حضرتك؟ منتهى الأمانة، قبل الأزمات الحالية القارة الأفريقية كانت عاملة معدلات نمو من أعلى معدلات نمو في العالم. القارة الأفريقية كانت داخلة في عمليات تنمية ضخمة جدا، وما كانش عندها ما يتعلق بخطر الغذاء والطاقة والتمويل وما إلى ذلك. مع كورونا وما بعد كورونا الدول الأفريقية معظمها النهاردة تحت ضغط تأمين الغذاء وتأمين الطاقة وتأمين التمويل، يعني بقت العملية أكتر منها اللي هو كان تركيز على التنمية ومشروعات ضخمة. تعرف القارة الأفريقية محتاجة تمويل ضخم جدا في البنية التحتية وما إلى ذلك. للأسف الشديد مع الأزمات الضخمة ديت لا، العملية بقت وبالتالي ده مأثر على تحسين مستوى معيشة المواطنين، مأثر أيضا على أنه يعني عملية خلق فرص عمل وتحسين بقى في حياد عنه الفترة دي. بنك التنمية الأفريقي هو لاعب أساسي ومهم جدا في تمويل التنمية في القارة الأفريقية، وفي اهتمام كبير جدا من رؤساء الدول في القارة الأفريقية لما يقوم به بنك التنمية الأفريقي في هذا المجال. يعني لسه عنق الزجاجة لم يمر، لكن ننتظر. طب مسألة التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات إلى القارة الأفريقية خاصة من القطاع الخاص، وليس فقط الاعتماد على فكرة المساعدات، التحول إلى الاقتصاد الأخضر، أمور متاحة ستجد صدى، خاصة مسألة التحول الاقتصاد الأخضر تحتاج إلى دعم وتمويل، وهو ربما يعني ننتظر من العالم بقى ومن الآخرين، من الدول أكثر تقدما، أنها تزيد مساهمتها. ده كويس، نتمنى ذلك، لكن فقه الأولويات شغال اليومين دول في ظل التحديات. يعني هو النهاردة القطاع الخاص ما بيجي يديك تمويل، هو ما بيديكش تمويل رخيص، في ظل أنه الفيدرال الأمريكي مازال سعر الفايدة عالي، مازالت الأنسرتينتي أو عدم التيقن من المستقبل العالم دوت في ظل الحرب الدائرة، ما حدش عارف حاجة الدنيا هتنتهي على فين. أيضا مازالت أسعار الغذاء وأسعار الطاقة عالية، وبالتالي مكلف بالنسبة له، مازال أسعار التمويل عالية، وبالتالي يعني هنرجع تاني لفقه الأولويات. التركيز أكتر حاليا في القارة الأفريقية، صحيح التحول الأخضر والتمويل الكلام ده كله، ولكن ما تيجي تكلمه لك طب فقه الأولويات إيه بقى دلوقتي في ظل هذه التحديات؟ الحاجات الأساسية. بالضبط الحاجات الأساسية، وكمان عاوز عنده جيل عاوز يخلق فرص عمل، عاوز يأمن الطاقة والغذاء، وعاوز يجيب تمويل لكل الحاجات دي. يعني حضرتك لا تتوقع أن يكون يعني، لكن سيحدث فارقا مثل هذه الاجتماعات بشكل أو بآخر، لكن بنمو أبطأ مما كنا نتمنى. عاوز أقول لحضرتك على حاجة، إحنا بالنادي بإيه؟ بالنادي نكون عمليين. إيه العملية هنا؟ مكن بنوك التنمية العالمية، مكنها من أن يبقى عندها أموال أكتر عشان تقدر تدي تمويل ميسر لدول زي القارة الأفريقية. ندي مثال بنك التنمية الأفريقية، احنا كنا بننادي بيه؟ بننادي بأنه المبالغ اللي خدتها الدول من صندوق النقد الدولي ولم تستخدمها، لو منهم 10 مليار دولار فقط، ما بقولش بقى ال 650، 10 مليار دولار جمل بنك التنمية الأفريقي، ده معناه ايه؟ ان على حسهم ممكن يوفر تمويلات يمكن لغاية 50 مليار دولار.
للدول الأفريقية، تفرق جامد جدا جدا. هو في مطالبات بكده فعلا، في مطالبات بكده، وكان في المؤتمر اللي عقد في واشنطن في ديسمبر، وكان سيادة الرئيس شرف حضور المؤتمر ده اللي هو ما بين أمريكا والدول الأفريقية، وكان في مطالبة واضحة إنه 10 مليار دولار لبنك التنمية الأفريقي ممكن تتضرب في 5 وتتاح بها تمويلات للدول الأفريقية، وهكذا. احنا بنطالب بإنه بنوك التنمية العالمية يتاح ليها فرصة إنها تزيد من قدراتها عشان تمول أكتر. شكرا جزيلا دكتور محمد معيط وزير المالية على هذا اللقاء، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. يعني إذن هناك اتجاه للمحاولة الحثيثة، عالم يموج بالصعوبات كما تحدث دكتور محمد معيط وزير المالية، وهذا أمر لا نستطيع أن نخفيه كثيرا، لكن محاولات إنه يعني الحل ومحاولات الحث على أن يكون هناك المزيد، هذا أمر مهم للغاية. الآن يشرفني الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أهلا بحضرتك يا دكتور، منورة، كل سنة وحضرتك طيب. هذه الاجتماعات يعني لن أكون مبالغا إذا ما قلت إنه هذا الاجتماع أهم المخرجات اللي فيه انبنت على كوب 27 الذي انعقد هنا في القاعة ذاتها في نفس المكان. أهم النقاط أو أهم المكتسبات اللي خدناها من كوب 27 ونوجهها إلى القارة الإفريقية من خلال هذه الاجتماعات. طبعا أنت عارف أن من ضمن المشاكل الخاصة بتغير المناخ قضية التكلف، وإزاي أن احنا في كوب 27 ناولنا قضية التكيف وطلعنا أجندة للتكيف، لكن كان مهم كمان إن احنا عملنا تفعيل لما يسمى المبادرة الأفريقية للتكيف، واللي كانت بدأت في التلاشي، وده كان جزء مهم جدا إن احنا فعلناها. مجلس الإدارة والوحدة بتاعتها بقت موجودة في القاهرة في جمهورية مصر العربية، وابتدينا نحشد تمويل من الجانب الأوروبي والجانب الأمريكي للمبادرة الخاصة بالتكيف الأفريقي. دي معناها إيه؟ معناها إن احنا هنروح كوب 28 احتياجات القارة الأفريقية في موضوع التكيف والموضوعات الخاصة بالخسائر والأضرار، موضوعات الكوارث البيئية، فيضانات، الجفاف وما إلى آخره والتصحر، هتبقى موجودة على أجندة كوب 28، لأن كوب 28 هيناقش حاجة اسمها الهدف العالمي للتكيف، فأفريقيا هيبقى لها مكانها. فما زالت مصر إلى وقتنا الحالي طلعت بكوب 27 بمكاسب للقارة الأفريقية، بتناقش ده في الجلسات بتاعة البنك المركزي مع بنك التنمية الأفريقي والتكيف في أفريقيا وما هي الاحتياجات وإيه مصادر التمويل. فأعتقد أن الاجتماعات بتاعة البنك المركزي في هذا الوقت هي محطة ما بين كوب 27 اللي عقد في شرم الشيخ وكوب 28 اللي بقى في الإمارات. طيب أعتقد أنه يعني من أهم المقررات والمكتسبات هو دعم الدول الإفريقية، وأنا أتذكر وكنا هنا منذ أشهر الاجتماعات امتدت لأنه كان في صعوبات في خروج المقررات. العالم ربما أو الدول المتقدمة يعني ربما لا تريد أن تفي بالتزاماتها بشكل كامل. هل وصلنا إلى أنه هناك دعم حقيقي وقدرة حقيقية على الوفاء بهذه الالتزامات للتنمية المستدامة ولتوفير تحول إلى الطاقة الخضراء ويعني والحد من مشكلات تغيرات المناخ التي تعاني منها القارة الإفريقية ولم تتسبب فيها؟ بص، احنا خلينا نتكلم الاول ان مساله التفاوض في اي مؤتمر للمناخ ما بتخلصش في وقتها، لازم بيتمد يوم او يومين، والكلام ده من اول ما عقدنا مؤتمر باريس في 2015. اتنين، المكتسب اللي خدناه من المؤتمر بتاع كوب 27 هو صندوق الخسائر والاضرار وتشكيل لجنه لتشكيل شكل الصندوق والحوكمه. اللجنه فعلا اجتمعت في الاقصر في شهر فبراير الماضي وتم تشكيلها، وهتضع المقترحات بتاعتها لكوب 28. الدول المتقدمه وفت بالتزاماتها ولا ما وفتش بالتزاماتها، هو الموضوع عباره عن حاجتين، عرض وطلب. عرض ان انت تبقى كدوله جاهز بخطتك وبمشاريعك، وازاي بتقول ده بيصب في الاقتصاد مش فقط في ان هو بيقلل اثار تغير المناخ وبتنفذ التزامك، وده عشان كده بنشتغل على خطه التحديث وبنشتغل على التمويل لمشروعات الطاقه والغذاء والمياه في جمهوريه مصر العربيه. نمره 2، ان الدول المتقدمة لما تحس ان انت عندك الخطة تبتدي تضع التمويل، لكن لازم برضو في حاجة مهمة جدا، احنا في مفترق الطرق في حتة معينة، استخدام الوقود الأحفوري في وقت العالم كله بيعاني من آثار تغير مناخ، ارتفاع شديد في درجات الحرارة، وما زالت هناك دول بتستخدم الوقود الأحفوري. انا عفوا، العالم رجع يستخدمه مرة اخرى بعد ما كان بطل. احنا امام
الحقيقة قضية شائكة جدا ما بين إن أنا أوفي بمتطلبات التنمية على حساب البيئة وعلى حساب المناخ وعلى حساب وجوديتي على كوكب الأرض، وما بين إن أنا أعرف أعمل ما هو اسمه الانتقال التدريجي Just Transition. والحقيقة أعتقد إن القضية دي هتطرح بقوة على طاولة COP 28، ومصر برضو بتتنسق مع الجانب الإماراتي ومع الدول النامية عشان نقدر إن إحنا نصل لتوافق ما بين الدول المتقدمة والدول النامية في ظل جائحة أزمة اقتصادية شديدة. شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا ولهذا اللقاء دكتور ياسمين. شكرا شكرا دكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. التحديات تزال قائمة، يمكن منذ قليل كنا نتحدث عن التحديات التمويلية وتحديات الأولويات وما يسمى بفقه الأولويات وضرورة اتجاه الدول إلى المستلزمات الأكثر احتياجا، لكن هناك كذلك تحديات بيئية، وإن رآها البعض أنها ضرب من الرفاهية أو أنها احتياجات تأتي ليس في مقدمة احتياجات الدول والمجتمعات، لكنها الحقيقة احتياجات مصيرية وتهدد بطبيعة الحال الوجود الإنساني على هذا الكوكب. ربما لا أتحدث عن 10 أو 20 سنة، لكني أتحدث عن يعني فترة أطول من ذلك بكثير. طيب مشاهدي الكرام، يسعدني أن تنضم إلي الآن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي. ست الوزير أهلا بيك. أهلا بيك، أهلا وسهلا بشرم الشيخ. يعني حدث آخر مهم على المستوى الدولي مصر بتستضيفه وبتنظمه، ويعني هناك نجاح لهذه التنظيمات، خصوصية هذه الاجتماعات لأنها اجتماعات إفريقية وينتظر أن يعني تحدث منها مكاسب، ومصر بتدعم المكاسب الإفريقية قدر المستطاع. خلينا نتكلم في المكاسب والتحديات. طبعا البنك التنمية الأفريقي هو من أحد مؤسسات التمويل الدولية والمؤسسات الدولية الخاصة بالقارة الأفريقية. يمكن كل مؤسسة دولية ليها اجتماعات سنوية، يمكن كنا لسه حاضرين الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في سمرقند، وقبلها كان اجتماعات السنوية للبنك الدولي في واشنطن، والنهاردة مصر بتستضيف الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية. اختيار دولة بعينها لاستقبال الاجتماعات السنوية دايما بتبقى إضافة للدولة المضيفة، بيبقى فيه طبعا على خلفية أن مصر كانت رئيسة أو كوب واستضافت كوب 27 في شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، ليها أيضا خصوصية كبيرة جدا لأن كان التركيز في العمل المناخي على القارة الإفريقية واحتياجاتها، ومع البنك التنمية الأفريقي كان في شغل محترم جدا وده بنكمله خلال هذه الاجتماعات. تتوقع إيه من مكتسبات لصالح القارة الإفريقية، لصالح خلينا نتكلم التحول إلى الاقتصاد الأخضر والنظيف، لصالح كمان في حاجة مهمة قوي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل كده، مسألة الشراكة، مسألة الاستثمار، إنه المسألة ليس فقط إن أنا بستورد مواد خام من الدول الإفريقية، وإلا هذا يعد استنزافا لبقية الموارد التي استنزفت على مدى مئات السنين. يمكن حاجة مهمة جدا موضوع التمويلات للتحول الأخضر، وطبعا في يعني تركيز شديد جدا على ان هذه التمويلات لا تكون من خلال ديون ولكن من خلال الاستثمارات. يمكن امبارح كان في جلسه هامه جدا عن التمويلات، كنت بترأسيها، كنت يعني قدمت الكلمه الافتتاحيه وشاركت فيها، وكان التركيز كله على فكره التمويل المختلط اللي هو بنقدر ناخد تمويل منخفض التكلفه ولكن باستثمارات من الخارج، فده الشغل اللي بيتعمل مع البنك الافريقي للتنميه. الجزء الثاني انه امبارح ايضا في جلسه مهمه جدا افتتاحيه، البنك الافريقي بيعمل مؤسسه للامن الدوائي واللقاحات، ومصر ليها برضو دور مهم في ده. والحاجة الثالثة فكرة التعاون جنوب جنوب، فالتعاون جنوب جنوب إن ناخد الخبرات المختلفة في البلاد المختلفة ونقدر إن إحنا نعممها في بلاد أخرى. إحنا مع البنك التنمية الأفريقي لنا محفظة في مثلا زي مشروع الجبل الأصفر اللي هو خاص بتدوير المياه، من أكبر المشروعات ده مع البنك الأفريقي. عندنا أيضا بعض المشروعات عن الطاقة الجديدة والمتجددة، وأيضا مشروعات في النقل، فدي كلها الحقيقة أمور ممكن أنها يعاد تعميمها في بلاد أخرى.
يعني هذا أمر للغاية مهم. طيب أنا عايز أشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا دكتورة رانيا المشاط. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. وصورة التذكارية الآن الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتوجه لالتقاط هذه الصورة التذكارية مع ضيوف مصر من القادة الأفارقة ومحافظي البنوك المركزية وكذلك بعض وزراء المالية والمسؤولين الماليين في هذه الدول. هذه الصورة ستظل ذكرى للتاريخ. إذن التقطت هذه الصورة التذكارية كما كنت أقول لتاريخ. الآن يسعدني أن أستضيف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. سيادة الوزير أهلا بحضرتك. صباح الخير. أهلا وسهلا بك. القارة الإفريقية قارة فتية. القارة الإفريقية يعني تضم الكثير من الشباب وفي قلبها مصر. دور الشباب في إحداث التنمية وإحداث الفارق والمشاركة الشبابية أنا شايفها هنا في مثل هذه المؤتمرات كثيرة أيضا. أولا إحنا شيء مهم جدا أن يكون في مؤتمر بهذا الثقل ويكون الاجتماع السنوي موجود. بنك التنمية الأفريقي، البنك المركزي المصري، تشريف فخامة الرئيس للمؤتمر كمان شيء مهم جدا، ورسالة من ضمن الرسائل اللي بتمحور الدور المركزي لمصر الحقيقة على المستوى الأفريقي. ودي القارة اللي احنا موجودين فيها وبننتمي إليها. أفريقيا أكثر من 60% فيها هي حجم التعداد السكاني للشباب، وده بيدي potential plan أو نظرة مستقبلية على ما نقوم به من مجهودات في المجال الشبابي المصري. احنا كمان 65% من الشباب. الحقيقة عندنا خطة طموحة من خلال برنامجنا في الاستراتيجية الوطنية للشباب، وازاي استخدام التنمية البشرية المرتبطة بالاستثمار البشري في الشباب، وده خرج استراتيجية بناء الإنسان اللي أرفاها فخامة الرئيس. ده بينتقل إلى طبعا أفريقيا، وإزاي نحن نستثمر في الشباب الأفريقي في برامج متعددة الجوهرها بتعطي الولاء والانتماء إلى القارة. عفوا، هل في برامج متبادلية بيننا أو تعاون بيننا وبين شباب أفارقة؟ في برامج كبيرة جدا. إحنا عندنا منحة ناصر يعني النسخة الرابعة اللي جاية للقيادة. الحقيقة برنامج مشهور جدا وكبير جدا للشباب الأفريقي. عندنا التبادلات الثنائية مع القارة الأفريقية اللي هي يعني خلاص إحنا ما بقاش اللغة أو رسالة الريادة، اللغة والرسالة إزاي نتعاون بفكر قوي، وإزاي ده بيفرض نفسه بالأنشطة اللي موجودة. الحقيقة كمان إزاي إشهار الشركات الستارت أب تكون يعني موجودة ما بين الشباب الأفريقي، وإزاي يكون في تواجد يعني بشكل كبير جدا. القارة الأفريقية ستظل بكر للاستثمار والتواجد. أكيد لازم يكون لنا دور، وده اللي إحنا يعني بنقوم به. أنا مؤخرا يعني الحمد لله كان في انتخابات كبيرة جدا لرئاسة الاتحاد الأفريقي للجامعات الحقيقة في المجالين الشباب والرياضي، الاتحاد أيضا بنقود الاتحاد الرياضات الإلكترونية وهكذا. فهذه التنظيمات احنا يعني موجودين، لكن في ان شاء الله يوم الخميس هيكون في جلسة كبيرة جدا عن الشباب والتنمية وايه مجريات التفعيل اللي هتكون موجودة. اكيد في بلان كبير جدا. احنا بنعد طاقة هائلة من الشباب المتعلم المصري ان هو يكون موجود. عندنا البرامج الثنائية والدبلوماسية الشبابية الحقيقة احنا بنوجهها بشكل كبير للتعامل في القارة الافريقية. شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا وكل التوفيق سيادة الوزير. شكرا، متشكرين جدا. شكرا، شكرا جزيلا. إذا مشاهدين الكرام، نحن على وشك أن تبدأ هذه الجلسة المهمة، الجلسة الرئيسية
بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتلتئم هذه الجلسة بعد دقائق بعد أن التقطت هذه الصورة التذكارية لأعمال هذا الاجتماع، هو الاجتماع 58 لبنك التنمية الإفريقي. اجتماعات مهمة وحدث مهم. هذا الحدث يأتي كما لا يخفى على حضراتكم في وقت بيموج فيه العالم بكثير من الصعوبات ومن التحديات، الحديث أيضا عن أفاق التطلعات وعن الطموحات، حديث مهم وحديث يدور، لكن لا يمكن أن نتحدث عن هذه التطلعات وعن هذه الأحلام والطموحات المشروعة لكل الدول، لكن لا يمكن أن يدور هذا الحديث بعيدا عن أرض الواقع الذي يموج بكثير من المعوقات وكثير من التحديات وكثير من المشكلات، لكن الناجحين في هذا العالم هم من يحولون هذه الصعوبات إلى قدرات للتحدي وإلى قدرات للعمل والبناء، والفاشلون يكتفون بالحديث عن الصعوبات دون محاولة النجاح أو الإنجاح. وهذا ما تقوم به مصر، وهذا ما ينبغي أن ينسحب على كل القارة الإفريقية، هذه القارة التي تقع مصر في صدراتها وتهتم بقضاياها، وذلك منذ قديم زمان، لكن اتسع هذا المفهوم وتركز هذا المفهوم في السنوات الأخيرة بالعمل المصري الإفريقي المشترك، لأنه إفريقيا في النهاية هي بعد وعمق استراتيجي، كذلك هي أمن قومي مصري، ليس فقط بسبب المكان لكن كذلك بسبب عوامل مثل التاريخ إضافة إلى الجغرافيا وإلى عناصر العلاقات الثقافية وإلى عناصر الاحتياجات الاقتصادية والتكامل الاقتصادي، وأن مصر هي البوابة الحقيقية للعبور إلى القارة الإفريقية، وكذلك ما يربط القارة الإفريقية أو دول القارة الإفريقية هو أكثر بكثير مما يبعدها، ما يجمعها هو الكثير، نهر النيل الذي يمر ب يعني يمكن ما يقارب ربع القارة الإفريقية، إضافة كذلك إلى دول الجوار على الاتساعات المختلفة، لا أتحدث فقط عن الشمال والجنوب لكني أتحدث شرقا وغربا، أتحدث عن ماض كان طويلا في لم قدرات القارة الإفريقية وإحداث التعاون بين حينها لم تكن دولا، لكنها كذلك حينما صارت دولا فقد كانت مصر محورا مهما في دعم حركات التحرر من الاستعمار في القارة الإفريقية، فقد كان لمصر دور سياسي وثقافي وحضاري واقتصادي مهم على مر السنوات، سواء السنوات القديمة أو كذلك السنوات التي نسيرها، وتظل مصر تقوم بدورها حتى الآن، والدعم لكل دول القارة الإفريقية ودعم للعمل الإفريقي المشترك، وما نحضره اليوم، ما نحن في صدده في هذه القاعة وامتداد أعمال هذا المؤتمر على مدار الأيام المقبلة، لهو خير مثال على ما أتحدث به عن الدعم المصري للعمل الإفريقي المشترك، وربما تنام هذا الدعم بشكل كبير في السنوات الأخيرة، هذه السنوات التي شهدت الكثير من الأحداث الإفريقية، إضافة إلى رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي عام 2019، لكن بعد رئاستها للاتحاد الأفريقي لم تكتفي مصر بما أحدثته من فارق خلال هذه الفترة، لكن امتد هذا التأثير وهذا الأثر على مدار السنوات التالية، لذلك وإلى اليوم فكثير من الاجتماعات الأفريقية التي كانت مصر طرفا فيها مع أطراف دولية، سواء مع الولايات المتحدة في اجتماعات يمكن تحدثنا عنها، كانت دكتورة رانيا المشط تتحدث عنها منذ قليل، أو كذلك مع الجانب الروسي من قبل، مع الجانب الصيني، مع الجانب الياباني،
ونحن الآن يعني يمكن هناك يعني هذا النداء داخليا لبدء هذه الفعالية، فالرئيس عبد الفتاح السيسي على وشك أن يدخل إلى القاعة وبدء أعمال هذه الاجتماعات، وننتظر لحظات ويبدأ الحدث المهم في مصر في شرم الشيخ. مصر العربية وضيوف مصر الكرام. His Excellency President عبد الفتاح السيسي, the President of the Arab Republic of Egypt, and Egypt's honorable guests.
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أصحاب الفخامة والمعالي والسمو، ضيوف مصر الكرام، أسعد الله صباحكم بكل الخير وأهلاً بحضراتكم جميعاً في مهد الحضارات مصر في مدينة السلام شرم الشيخ التي تستضيف الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي تحت الرعاية الكريمة لفخامة رئيس الجمهورية، وذلك في إطار حرص وعزم الدولة المصرية الراسخ على دعم التكامل بين دول ومؤسسات القارة الإفريقية وتنميتها من خلال التعاون الدائم والمستمر مع شركاء التنمية. تنعقد الاجتماعات بحضور نحو 4000 مشارك من 81 دولة تحت عنوان حشد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا. السيدات والسادة الحضور، ضيوف مصر الكرام، نرحب بحضراتكم مجدداً في بلدكم الثاني مصر، ونتمنى لكم إقامة سعيدة ومناقشات غنية ومثمرة وناجحة في تحقيق أهدافها. دعونا الآن نرحب معاً بالسكرتير العام لمجموعة بنك التنمية الإفريقي البروفيسور فينسنت مهيلي، والذي سيتفضل الآن بإدارة فعاليات الجلسة الافتتاحية للاجتماعات. بروفيسور مهيلي، the floor is yours. His Excellency Abdel Fattah el-Sisi, معالي السيد عبد الفتاح السيسي، فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، صاحب الفخامة أزالي أسواني، رئيس اتحاد جزر القمر ورئيس الاتحاد الأفريقي، صاحب الفخامة أمسون نكانغاغوا، رئيس جمهورية زيمبابوي، صاحب الفخامة فيليب ليبانغو، نائب رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية، يمثل صاحبة الفخامة السيد سالموا حسن رئيسة جمهورية تنزانيا الاتحادية، السيد إدوارد نجيرينتي معالي رئيس وزراء جميع جمهورية رواندا، يمثل فخامة بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، معالي السيد جيرفايس نديراكوبا رئيس وزراء جمهورية بوروندي، ممثلا لفخامة السيد إيفاريستي دايشيميتي رئيس جمهورية بوروندي، معالي السيد حمسي عبدي بار رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، لفخامة السيد حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، السيد موسى فخي محمد معالي رئيس المفوضية الاتحاد الأفريقية، السيد المحافظ السيد حسن عبد الله محافظ القائم بأعمال محافظ البنك المركزي لجمهورية مصر العربية ومحافظ بنك التنمية الأفريقي ورئيس مجالس المحافظين، معالي الدكتور كيومي أداشينا رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، صاحب المعالي الدكتور سلطان أحمد جابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة المعني بتغير المناخ، ورئيس الدورة 28 لمؤتمر الأطراف المعنيين،
المحافظون المناوبون لمجموعة بنك التنمية الأفريقي، كبار المسؤولين بجمهورية مصر العربية، السيد عمر كباج رئيس الأسبق لمجموعة البنك التنمية الأفريقي، رؤساء المجموعات الاقتصادية فلاج ميدر جنرال فودا، المحافظ لمحافظة جنوب السيناء، رؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية والمؤسسات المالية، أعضاء السلك الدبلوماسي، المديرين التنفيذيين لمجموعة بنك التنمية الأفريقي، الإدارة العليا والموظفون في بنك التنمية الأفريقي، بيوت الإعلام، ضيوف متميزون، السيدات والسادة. اسمي فينسنت نيولي، أنا الأمين العام لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ويسعدني أن أرحب بكم وأحييكم في الاجتماع السنوي 2023 لمجالس محافظي البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التنمية الإفريقي في هذه المدينة البديعة، مدينة شرم الشيخ. سلام. وبهذه المناسبة سعيدة أود أن أعرب عن جزيل امتناننا وتقديرنا لكم جميعا للاستجابة الكريمة لدعوتنا إليكم. واسمحوا لي أصحاب الفخامة والسعادة والمعالي أن أعرب عن جزيل تقديرنا وشكرنا لفخامة السيد حسن عبد الله رئيس مجلس المحافظين لمجموعة البنك الإفريقي ولموظفيه للعمل الممتاز في قيادة إعداد الاجتماع السنوي، وهو الاجتماع للهيئة العليا للبنك. نشكر لك معالي السيد المحافظ ونقدر جهودك. وأنتهز الفرصة أيضا لأشكر السيد خالد فودا محافظ جنوب السيناء لدعمه الكامل ومساعدته الثمينة لتنظيم هذه الاجتماعات السنوية. شكرا معاليك، ونحن نعرف كم عملت بكل تفان لمساعدتنا، وشكرا جزيلا. أصحاب الفخامة والمعالي، وسعادة، الموضوع لهذه الاجتماعات السنوية تعبئة القطاع الخاص والمناخ والنمو الأخضر في إفريقيا. هذا الموضوع أتى في أوانه، ونحن نأمل أن مداولات الاجتماعات ستقدم ردودا لطريقة عمل القطاع الخاص ليكون شريكا في تمويل التنمية الخضراء في القارة الإفريقية. أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة، بدون أي تأخير أود أن أقدم لكم برنامج الاجتماع السنوي. سنسمع كلمة السيد حسن عبد الله رئيس مجلس المحافظين، و بعد ذلك سننشر شريط الدورة، ثم يتحدث في كلمة الافتتاحية السيد أكيمي أديشينا رئيس مجموعة البنك الأفريقي، وسنسمع بيانا من السيد موسى فاكي محمد رئيس لجنة المفوضية للاتحاد الأفريقي، وبيان من معالي السيد عزالي سوماني رئيس اتحاد جزر القمر ورئيس الاتحاد الأفريقي، وأخيرا كلمة الافتتاح الرسمية لصاحب الفخامة رئيس الدولة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي. يشرفني ويسعدني إذا أن أدعو رئيس مجلس المحافظين معالي السيد حسن عبد الله ليدلي ببيانه الافتتاحي. Thank you, Secretary General. بسم الله الرحمن الرحيم.
فخامة السيد رئيس جمهورية مصر العربية، السادة أصحاب الفخامة والسعادة رؤساء الدول والحكومات، السيد الدكتور رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي، السادة الحضور ضيوف مصر الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي بداية أن أرحب بحضراتكم جميعا في هذا المحفل المتميز، وإنه لمن دواعي سروري واعتزازي أن تستضيف جمهورية مصر العربية وبتشريف فخامة السيد رئيس الجمهورية هذا الحدث الهام على أرض السلام مدينة شرم الشيخ، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية والمهتمين بقضايا التنموية، لتكون بذلك تلك الاجتماعات بمثابة منصة دولية لمناقشة القضايا المحورية المثارة في المحافل المالية والاقتصادية وطرح الرؤى حول آليات التعامل مع تلك القضايا والتحديات. وإنني إذ أتمنى لحضراتكم طيب الإقامة في هذه المدينة الساحرة، فإنني أتطلع إلى أن تثمر اجتماعاتنا هذه والفعاليات المصاحبة لها عن بلورة رؤية واقعية واضحة لخارطة طريق مستقبلية لآليات التعامل مع كافة القضايا والموضوعات المعروضة للنقاش، وهو الأمر الذي تفرضه معطيات المرحلة الحالية ليس على مستوى قارتنا الإفريقية فحسب بل جميع دول العالم. السيدات والسادة الحضور الكرام، أود أن أعرب عن خالص تقديري لإدارة مجموعة بنك التنمية الإفريقي بمستوياتها المختلفة على الاختيار الموفق لعنوان الاجتماعات السنوية لهذا العام، والذي تأتي تحت شعار حشد موارد القطاع الخاص لتمويل دعم المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا، ليتضمن عدة محاور تحظى باهتمام إقليمي وعالمي مشترك، ولعل من أبرزها ما يرتبط بإتاحة الموارد المالية اللازمة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص وتفعيل دوره الحيوي في هذا المجال. الأخوة والأخوات، يتزامن انعقاد الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي هذا العام مع ظهور العديد من المستجدات والتحديات على جميع الأصعدة، ومن أبرزها اضطراب أداء القطاعات المالية واستمرار ارتفاع الضغوط التضخمية وتزايد حدة الاضطرابات الجيوسياسية، فضلاً عن تداعيات أزمة وباء كوفيد. ولم تكن القارة الإفريقية بمنأى عن تلك التحديات التي أدت إلى تزايد الضغوط على اقتصادات دول القارة لتزداد فجوات التمويل اتساعاً مع تراجع حجم المساعدات الدولية واضطراد أعباء الديون وتزايد تكاليف برامج وإجراءات الحماية الاجتماعية، وهو الأمر الذي نتج عنه بلا شك انحصار قدرة حكومات تلك الدول على تنفيذ خططها التنموية التي تأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي وصولاً إلى بلوغ هدف استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولعلكم تشاركونني الرأي في أن تحقيق الطموحات التنموية إنما يؤكد على أهمية الدور المنوط بمؤسسات التمويل الإقليمية والدولية المعنية بقضايا التنمية داخل القارة، وعلى رأسها مجموعة بنك التنمية الإفريقي الذي يلعب دوراً محورياً لتعزيز ثقة مستثمري القطاع الخاص، وهو الأمر الذي يفرض ضرورة النظر إلى إيجاد آليات وأدوات تمويلية جديدة ومبتكرة تستهدف تعزيز قدرات الدول الإفريقية في مواجهة تلك التحديات سعياً إلى تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي الشامل. وفيما يتعلق بالبعد البيئي تحديداً في القارة الإفريقية، فعلى الرغم من مساهمة إفريقيا بأقل نسب من الانبعاثات عالمياً، إلا أن القارة تتحمل أعباء كبيراً من تأثيرات التغيرات المناخية. ويقدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنهم من ما بين 75 مليون إلى 250 مليون نسمة من سكان إفريقيا قد عانوا في مشاكل نقص المياه نتيجة التغيرات المناخية، والتي تهدد بانخفاض حجم معدل الناتج الزراعي المعتمد على مياه الأمطار بمقدار النصف. ففي عام 2020 بلغ حجم التدفقات المالية المحلية والدولية المخصصة لمواجهة تغير المناخ في القارة الإفريقية ما قيمته 30 مليار دولار أمريكي فقط، وهو ما لا يتجاوز نسبة 12% من حجم التمويل المطلوب، الأمر الذي يعكس حجم الفجوة التمويلية التي تواجهها دول القارة في هذا المجال.
وفي ظل الضغوط التي تعاني منها معظم وزنات دول القارة، فإن الأمر يتطلب تشجيع القطاع الخاص على توحيد المزيد من استثماراته إلى المشروعات صديقة البيئة، والتحول من الاستثمارات القائمة على أدوات الدين إلى الاستثمارات الفعلية في رأس المال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفيما يتعلق بمؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، فإنه قد يكون من المناسب أن تنظر تلك المؤسسات في اتباع نهج جديد لمساندة دولة القارة الأفريقية، دول القارة الإفريقية، بحيث لا ينحصر دورها في تقديم القروض وما تفرضه من أعباء متزايدة على اقتصاد دول القارة، وإنما العمل على زيادة تدفق قنواتها التمويلية تجاه تشجيع الاستثمارات في المشروعات البيئية والتنموية التي تعزز التنمية المستدامة. And in this context, we believe Africa needs investments, low cost debt. أفريقيا تحتاج إلى استثمارات بتكاليف معقولة. ومن منطلق الاحتياجات الحالية لدول القارة وإيمان بالدور الهام الذي تلعبه مؤسسات التمويل الإقليمية، أرى إمكانية أن تتبنى هذه المؤسسات رسالة واضحة تقضي بتجنب التوسع في الإقراض مرتفع التكلفة وتوجيه الجانب الأكبر من برامجها التمويلية إلى الاستثمارات المباشرة والتمويل منخفض التكلفة. السيدات والسادة الحضور الكرام، إن مصر جزء لا يتجزأ من تلك التفاعلات الإقليمية والعالمية، وبالتالي فإن تلك التطورات والمتغيرات المعاصرة كان لها بالغ الأثر على العديد من المعطيات المالية والاقتصادية المحلية. وهنا أود أن أؤكد أن جميع المسؤولين في مصر تتكاثف جهودهم الرامية إلى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بالحد من الأثار السلبية لتلك المتغيرات، وهو الأمر الذي يتوافق ويتسق مع توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أشار سيادته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي لمصر عام 22 إلى أنه على كل مسؤول أن ينظر إلى المستقبل حتى يتخطى التحديات. وأكد سيادته أيضا أن الدولة المصرية مستعدة لتقديم كل الدعم الممكن للمستثمرين. من جانب آخر، وفي إطار رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف الاتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ COP27، تم إطلاق عدة مبادرات تمحورت حول موضوعات تمويل المناخ والتنمية. وانطلاقا من حرص واهتمام الرئاسة المصرية للمؤتمر بتلك الموضوعات، فلقد تم تخصيص يوم ضمن برنامج أعماله لمناقشة آليات التمويل المبتكر والمختلط والأدوات والسياسات المالية لتعزيز القدرة على النفاذ للتمويل، بما في ذلك مبادرة مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، فضلا على إطلاق مبادرة أسواق الكربون التي تحظى بدعم من الحكومات الإفريقية ومشاركة من القطاع الخاص بالقارة الإفريقية. السيدات والسادة الحضور الكرام، لا يسعني في ختام كلمتي إلا أن أتوجه بكل الشكر والتقدير لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته الكريمة للاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي لعام 2023، وتشريف سيادته للجلسة الافتتاحية لهذه الاجتماعات، والشكر موصول لحضراتكم جميعا، مؤكدا على ثقتي من أن هذا الجمع الكريم الذي يضم نخبة من الخبراء المتخصصين من شأنه أن يهيئ فرصة طيبة لمناقشة أبعاد الواقع المالي والاقتصادي والإقليمي والعالمي، وطرح الرؤى في سبيل مواجهة التحديات، خاصة تلك التي تثقل كاهل اقتصادات دول القارة الإفريقية، مؤكدا على أن هذه الدول ليس بحاجة إلى مزيد من القروض مرتفعة الأعباء بقدر حاجتها لتدفق الاستثمارات المباشرة والتمويل منخفض التكلفة. أتمنى كل التوفيق والسداد لأعمال الاجتماعات السنوية وجميع الفعاليات المصاحبة لها. أشكركم جميعا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, Honorable Chairperson of the Boards of Governors. شكرا للسيد رئيس مجالس المحافظين، وبهذه الكلمة الترحيبية سوف
نشرع في افتتاح أشغالنا والحديث عن مختلف التحديات الاقتصادية التي تواجهها أفريقيا. أصحاب السعادة، أصحاب المعالي، سيداتي، سادتي، أود الآن أن سوف نشاهد معا مقطع الفيديو بخصوص افتتاح فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية. It waits for no one. It keeps moving and never stops. يتوقف عندما يتعلق الأمر بتغيير المناخ. نحن ليس لدينا الكثير من الوقت. لقد حان الوقت. فالعالم ليس لديه متسعا من الزمن لتغيير مسار الاحتباس الحراري، حيث أن أفريقيا تبقى من أكثر المناطق تضررا من ارتفاع درجات الحرارة من أكثر من أي مكان آخر في كوكب الأرض. أصبحت المخاطر والتحديات كثيرة، وهي لا تتجاوز 3% من حجم الانبعاثات الدولية. أفريقيا تختنق. يجب أن تحظى باهتمام أكبر، ويجب أن نقوم بالكثير وبتعبئة الموارد التي تحتاجها أفريقيا بشكل كبير في الوقت الذي تزايد فيه حجم استثمار القطاع الخاص، فإن مختلف الاستثمارات منخفضة الكربون وموارد القطاع العام تبقى غير كافية من أجل تحقيق الانتقال ومن أجل أن تكون هناك أنظمة غذائية وزراعية محلية صحية، بالإضافة إلى دعم العمل المناخي. فأفريقيا في حاجة إلى 133 مليون دولار سنويا من استثمارات في الطاقة النظيفة لتحقيق هذه الأهداف. وقد أصبح المواطنون في كينيا يتمتعون بالتيار الكهربائي، وهناك الكثير من المزايا التي تتمثل بعضها في الاستجابة السريعة للتحديات التي تواجهنا. وقد أثر هذا إيجابا على مشروعات توليد الطاقة عن طريق الطاقة النظيفة المنبثقة عن الرياح. وقد حان الوقت من أجل التكيف مع مختلف الكوارث الطبيعية. لم نكن نتخيل أبدا بأننا سوف نصل إلى هذا الحد، إن معرفتنا تتزايد وإن كان القيام بالكثير من الأشياء. حان الوقت لحجم وتعبئة موارد كبيرة من أجل تنفيذ خطة العمل المناخي بأفريقيا. الذهب ليس موجودا فقط في بطن الأرض، متمثل في هذه الطاقات الجديدة. وحان الوقت للاستفادة الطبيعية من الموارد الطبيعية محليا ودوليا. وما نعتقد أنه صحراء جاف كان مليئا بالمياه، ونحن فقط في حاجة إلى الموارد من أجل استغلالها. يجب أن تستثمر أفريقيا بالهيدروجين والطاقة الشمسية والطاقة الريحية والطاقة المائية. إن مجموعة البنك التنمية الأفريقي تدرك أهمية الوقت، وإنشاء التحالف من أجل البنى التحتية الخضراء جاء لسد فجوة التمويل وبناء بنى تحتية مستدامة مرنة في أفريقيا للاستثمار في البنية التحتية الخضراء عالية الجودة. إن مشاريع من قبيل مشروع نور وبحيرة تركانا ومحطة معالجة المياه في أبور، وتعمل على التصدي لظاهرة التغيرات المناخية. لهذا فنحن يتعين علينا حشد تمويلات القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر بأفريقيا. مرحبا بكم في الاجتماعات السنوية لبنك الأفريقي للتنمية. سوف نقوم بمناقشة كيفية تحقيق مستقبل دامج من أجل قارة صامدة مستقلة معتمدة على ذاتها. فكيف لها أن تستثمر من أجل تقليل البصمة الكربونية وتطوير حلول للطاقة المتجددة؟ كيف يمكن للقارة أن تحول موارد الطبيعية إلى رأس مال صناعي مالي زراعي وكذلك رأس مال معرفي؟
يمكننا إيقاف الوقت ولكن يمكننا السير على إيقاعه. يمكننا أن نعجل بالوفاء بالتزامنا والمضي قدما واتخاذ إجراءات غير مسبوقة لحشد وتعبئة رؤوس الأموال. إن الوقت ليس في صالح مستقبل أفريقيا، إن كل لحظة تمر تحدث فرقا، وكل عمل نقوم به سوف يكون أساسيا بل محوريا. Thank you for the video. شكرا على شريط الفيديو هذا. فيديو أظهر لنا بشكل فصيح كل التحديات التي تواجه القارة. وبالفعل فإن الاجتماعات السنوية المنعقدة هنا في شرم الشيخ فرصة من أجل أن نلتزم معا وأن نجد الحلول للتحديات والإشكاليات التي تم التطرق إليها. أصحاب السعادة، أصحاب المعالي، سيداتي، سادتي، نرحب برئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية الدكتور أكينومي أديشينا الذي سوف يتقدم بالكلمة الافتتاحية. سيد الرئيس، الكلمة لك. Thank you very much, Secretary General. شكرا السيد الأمين العام. Your Excellency. أصحاب السعادة. Mr. Abdel El Sisi. صاحب الفخامة الأستاذ عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. السيد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ورئيس اتحاد جزر القمر. السيد أميسين دامبوزو دانكابوا رئيس جمهورية زيمبابوي. السيد فيليب إنسانسو إنبانغو نائب رئيس جمهورية تنزانيا، ممثلا لسعادة السيدة سامية سولو حسن عن جمهورية تنزانيا، معالي السيد إدوار جيرنتي رئيس وزراء جمهورية رواندا، ممثلا لفخامة السيد بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، معالي السيد غيفايس أكوبوكا رئيس وزراء جمهورية بوروندي، ممثلا لفخامة السيد إيفيريستي ندايشيمي رئيس جمهورية بوروندي، معالي السيد حمسة عبدي باري رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، ممثلا لفخامة السيد حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السيد موسى فقي محمد، معالي السيد مصطفى مدبولي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، السيد حسن عبد الله عن محافظ البنك المركزي لجمهورية مصر العربية. وكما قال ذلك السيد أمين العام، نحيي كذلك طاقم عمل وزارة الخارجية على العمل الممتاز والمتألق به الذي تم القيام به في تنظيم هذه الاجتماعات السنوية. معالي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، السادة محافظو مجموعة بنك التنمية الأفريقي، معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة المعني بتغير المناخ ورئيس الدورة 28 لمؤتمر الأطفال، المحافظون المناوبون لمجموعة بنك التنمية الأفريقي، كبار المسؤولين بجمهورية مصر العربية، السيد عمر قباش الرئيس الأسبق لمجموعة بنك التنمية الأفريقي، رؤساء
المجموعات الاقتصادية الإقليمية والمؤسسات المالية، أعضاء السلك الدبلوماسي، المدراء التنفيذيون لمجموعة بنك التنمية الأفريقي، الإدارة العليا والموظفون في بنك التنمية الأفريقي، الصحفيون وبيوت الإعلام والضيوف المتميزون، مرحبا بكم في فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك التنمية الأفريقي تحت شعار تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر بأفريقيا. أود أن أتقدم بخالص عبارات الشكر والامتنان لفخامة السيد السيسي على استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2023 لبنك التنمية الأفريقي. إنني أحيي أخي السيد رئيس جمهورية مصر على دعمه الاستثنائي في تحضير اجتماعات السنوية لدورة 2023. أود أن أرحب بشكل خاص برؤساء الدول والحكومات لحضور هذه الاجتماعات السنوية. شكرا على تكريم دعوتنا. إن وجودكم بعدد كبير دليل على الصداقة العظيمة التي تربطكم بجمهورية مصر والدعم الذي ما فتئتم تقدمونه لبنك التنمية الأفريقي. أرحب بشكل خاص بالسيد رئيس اتحاد جزر القمر ورئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس جمهورية زيمبابوي إمرسون مننغاغوا، كما يسعدنا أن ينضم إلينا نائب رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة فيليب بانجو، وكذلك رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية ورئيس جمهورية رواندا إدوارد نجيرنتي، ورئيس الوزراء سيد أكوبوكا وسعادة جواكيم سيشانو الرئيس السابق لجمهورية موزمبيق. أرحب بكم جميعا، وأرحب بشكل خاص كذلك بسعادة السيد موسى فاقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وشقيقي العزيز الذي أشكره على الشراكة المتميزة التي تربط المفوضية ببنك التنمية الأفريقي وعلى دعمه لهذه الفعاليات. أرحب ترحيبا حارا بجميع محافظي البنوك والوزراء المحترمين وجميع المشاركين، وكذلك السيد عمر القباج الرئيس السابق لمجموعة بنك التنمية الأفريقي، وسعادة الدكتور سلطان أحمد الجابر المبعوث الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة المعني بالمناخ ورئيس الدورة 28 لمؤتمر الأطراف، وكذلك وزير خارجية مصر على العمل المتألق والمتميز خلال مؤتمر الأطراف في دورته 27 التي انعقدت في مدينة شرم الشيخ هنا في مصر. أود كذلك أن أرحب بزوجتي العزيزة غريس على حضورها معنا، أشكرها على دعمها الدائم لي. مرحبا بكم جميعا في مدينة شرم الشيخ الساحرة، المدينة الحديثة العصرية التي يتم تدبيرها بشكل استثنائي من طرف محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة وفريق عمله الذين يقومون بعمل استثنائي، ولا يمكن لكم سيدي الرئيس إلا أن تكونوا فخورين بهم. ولقد رأيت بأم عيني كيف أن كل هذا التنظيم بشكل جيد ومع انتباه كبير لمختلف التفاصيل أعطانا هذه النتيجة المذهلة. شرم الشيخ بذكرياتها الرائعة وفضاء الذي احتضن الدورة 27 لمؤتمر الأطراف، المكان الذي جدد فيه العالم مرة أخرى التزامه بالاحتفاظ على الاحترار العالمي على درجة 1.5 درجة مئوية، وكذلك القرار التاريخي الذي تم اتخاذه بشأن الخسائر والأضرار المنبثقة عن التغيرات المناخية. تعاني البلدان الأفريقية التي تمثل
0.5% فقط من انبعاثات الكربون المتراكمة على مستوى العالم، والتي تعاني منها أفريقيا بشكل غير متناسب، إذ أصبح الأمن المائي قضية وطنية في الدورة 27، وأطلقت مصر مبادرة الارتباط المتواجد بين الماء والغذاء والطاقة، وهي محاولة جريئة لتعبئة 1.4 مليار دولار من أجل الانكباب على معالجة آثار التغيرات المناخية بقيادة بنك التنمية الأفريقي. وقد تجاوزنا هذا الهدف، ونجحنا مع شركائنا في تعبئة 2.2 مليار دولارا مع شركائنا في مساري التنمية. وعبر منطقة الساحل، يؤدي المناخ الذي هو أكثر سخونة هناك إلى جفاف أحواض المياه، مما أدى إلى تقلصات كبيرة في حوض بحيرة تشاد الذي كان يتم استخدامه من أجل دعم سبل عيش ملايين الأشخاص في نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون، وكذلك على مستوى القرن الأفريقي. ولم تعرف مناطق مثل الملاوي والموزمبيق ومدغشقر وزامبيا ورواندا أي تساقطات مطرية لأكثر من 4 مواسم متعاقبة، وقد خلقت الأعاصير والفيضانات دمارا في أعقابها مع خسائر في الأرواح وتدمير البنى التحتية والدول الجزرية الصغيرة. إن أفريقيا تتعرض للدمار بسبب التغيرات المناخية، مما يجعلها تفقد بين 7 و15 مليار دولار كل عام بسبب تغيرات المناخ، والذي من المتوقع أن يرتفع إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2030. إن العثور على الموارد المالية لمعالجة التغيرات المناخية صار أمرا عسيرا، وذلك بشكل مضطرد بالنسبة لبلدان أفريقية تعاني من التغيرات المناخية ومن المديونية والتضخم الناجم عن مزيج من الصراعات الجيوسياسية العالمية واتجاهات المرتبطة بالتضخم. وتقدر الاحتياجات لتمويل المناخ في أفريقيا بين 2.7 تريليون دولارا بين عامين 2020 و2030، وتقدر تكاليف التكيف مع المناخ بما يتراوح بين 249 و 407 مليار دولارا خلال نفس الفترة. ومع ذلك فإن تمويل هذه المبادرات المناخية لا تنبثق بشكل انسيابي في المستوى المنشود، حيث تتلقى القارة الأفريقية ما لا يزيد عن 3% من تمويلات المناخ، منها 14% تأتي من القطاع الخاص. إن بنك التنمية الأفريقي يلعب دوره بشكل جيد وإيجابي، فقد تجاوزنا التزاماتنا بتوفير 40% من إجمالي تمويلنا للمبادرات المناخية لتصل 45% في عام 2022، والتزمنا بنسبة 63% من إجمالي تمويل مبادرات المناخية في التكيف والتخفيف، تجاوزا للهدف العالمي البالغ 50%. وحزنا بذلك على إشادة البنك من طرف الأمين العام للأمم المتحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي الوقت الذي يجب فيه على البلدان المتقدمة أن تفي بالتزاماتها بتقديم 100 مليار دولارا سنويا إلى البلدان النامية في تمويل المناخ، فإن هذا يعد مستوى ضئيلا مقارنة باحتياجات التمويل. ويجب استكمال التمويل العام للمناخ بتعبئة الموارد من طرف القطاع الخاص، ولتعبئة المزيد من التمويلات التي سوف يتم استغلالها في التصدي لتغيرات المناخية بتداعياتها السلبية. فقد أطلقنا التحالف المالي الأفريقي للمناخ للجمع بين مختلف المؤسسات المالية وبورصات في أفريقيا من أجل ضمان منظومة بيئية مالية متكاملة. يجب على المؤسسات المالية أن تسعى إلى دمج التمويلات المناخية على مستواها مع توفير تحفيزات أكبر للاستثمار
الاستثمارات الخضراء بشكل عرضاني على مستوى القارة الأفريقية، ويمكن أن يؤدي هذا إلى استخدام السندات الخضراء لتعبئة التمويلات الخضراء العالمية لفائدة أفريقيا، لأن أفريقيا تمثل حاليا 0.2% من أصل 2.6 تريليون من دولارا من السندات الخضراء العالمية الصادرة حتى عام 2022، وقد أصدر البنك أكثر من 10 مليار دولار من السندات الخضراء في السنوات العشر الماضية، مما سمح لنا بدعم مشاريع خضراء مثل مزارع الرياح في كابو ليكا بكابو فيردي، والتي تزود البلاد ب 20% من احتياجاتها من الكهرباء، وكذلك محطات معالجة المياه في بلدان مثل مصر، والتي توفر مثلا المياه أكثر من 3.3 مليون شخصا. نحن نسعى كذلك إلى إنشاء المزيد من محطات معالجات المياه في العالم، وأنا مسرور بأن على مستوى مصر لقد قمتم سيد الرئيس باتخاذ قرارات شجاعة سمحت بالتسريع من وتيرة الإنجازات في مجال الطاقات المتجددة، وهذا يظهر لنا كيف للتغيير أن يقع بسرعة متى كانت هناك إرادة حقيقية. نحن نستخدم القطاع الخاص لنقل مخاطر المناخ التي تواجه البلدان وإنزالها على مستوى الأسواق من خلال تأمين البلدان ضد الصدمات المناخية، وذلك بدعم برامج لتمويل مخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية والتي تم تنفيذها بشراكة مع العديد من الجهات في إدارة المتخصصة في إدارة مخاطر المرتبطة بالكوارث المناخية، وكل هذا يشتغل بشكل جيد وإيجابي. منذ 3 سنوات خلت لما عانت مدغشقر الأمرين من جراء مواسم الجفاف المتعاقبة، قام البرنامج بصرف 2.1 مليون دولارا من أجل دعم الخسائر التي تكبدها أكثر من 600,000 شخص، وكذلك عندما عانت ملاوي من نفس مواجهات الجفاف فتح برنامج التأمين 14.2 مليون دولارا كدفعات تم جعل المزارعين يستفيدون منها، ويتعين علينا إذن أن نضمن تمويلات متزايدة من طرف القطاع الخاص. و في هذا الإطار تم إطلاق تحالف من أجل البنية الخضراء التحتية في أفريقيا تحت اسم الأجهية، والتي سوف تعمل على تسريع استثمارات القطاع الخاص في الطاقات المتجددة وكذلك أنظمة نقل الحضرية الخضراء والهيدروجين الأخضر والبنى التحتية المقاومة للمناخ، وتخطط أجهية هذه لتعبئة 500 مليون دولارا من أجل تمويل وإعداد المشاريع وتطويرها باستخدام منصات الأسهم الخاصة، وتعبئة 10 مليارات من الدولارات لتمويل القطاع الخاص للبنى التحتية الخضراء في أفريقيا، بالإضافة إلى تمويلات المختلطة من أجل تسريع الاستثمارات الخاصة في الكهرباء. ونحن نشتغل مع القطاعين الخاص والعام في برنامج من الصحراء إلى الكهرباء بقيمة 20 مليون دولارا لتطوير أكثر من 10,000 ميجاوات من الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية في منطقة الساحل، وتوفير الكهرباء ل 250 مليون شخصا. وتنشر البنك ضمانات ائتمانية جزئية لدعم تعبئة التمويل الخاص بقيمة 195 مليون يورو. وهذا خير مثال على توفيرنا لهذه الاستثمارات، والتي تعتبر ضمانا انتمائيا جزئيا لدعم جمهورية بنين في حشد 500 مليون دولارا في أسواق رأس المال العالمية.
وفي الأسبوع الماضي وافق مجلس إدارتنا على ضمان ائتماني جزئي بقيمة 345 مليون دولار لدعم مصر في تعبئة 500 مليون دولار من التمويل الخاص للنمو الأخضر من خلال إصدارها لأول سندات مستدامة وهي سندات الباندا. مع مختلف التحولات التي يعرفها العالم وتحولنا نحو استعمال مكثف للسيارات الكهربائية، ستكون أفريقيا قادرة على جذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الخاصة من أجل ضمان أنظمة نقل عالمية خضراء. ذلك لأن أفريقيا لديها 80% من الودائع العالمية والاحتياطات العالمية من البلاتينوم ومن 50% من الكوبالت و 40% من النيكل وكذلك من الليثيوم، ولكن يجب على أفريقيا أن تكون مستعدة من أجل تصنيع بطارية الليثيوم للاستفادة من الأسواق المستقبلية للسيارات الكهربائية التي تشير التنبؤات إلى أنها سوف تصل إلى عدة تريليونات من الدولارات مستقبلاً، مع تكلفة إنشاء مصانع لسلائف الليثيوم في أفريقيا أقل تكلفة بثلاثة مرات من تكلفة إنشائها في الولايات المتحدة الأمريكية أو في الصين مثلا. إن المستقبل مليء بالتحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية، ولكنه كذلك مليء بالفرص الهائلة للنمو الأخضر بالنسبة لاقتصادياتنا من أجل تعبئة المزيد من التمويلات الخاصة للتغيرات المناخية والنمو الأخضر. ويجب إذاك على الحكومات وشركاء التنمية اتباع 5 خطط من أجل تحقيق هذا. أولها وضع خطط لتنمية وطنية للتحول الأخضر. ثانيا دعم الصناعات الخضراء لتحفيز النمو وزيادة الطلب والاستدامة. ثالثا يجب على المؤسسات المالية الثنائية والمتعددة الأطراف تقديم ضمانات على نطاق واسع للمساعدة في تقليص مخاطر استثمارات القطاع الخاص. رابعا تقديم الدعم لإعداد وتطوير المشاريع القابلة للتمويل والتي يمكن أن توفر عوائد عالية وحسب المخاطر بالنسبة للقطاع الخاص وتسمح له بتحقيق أرباح متزايدة. خامسا وأخيرا نقل البنى التحتية الحالية الممولة من طرف القطاع العام إلى القطاع الخاص، وكذلك إعادة تدوير الأصول من أجل تعبئة المزيد من موارد القطاع الخاص من أجل بنى تحتية أكثر استدامة ومراعاة للتحديات البيئية. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، خلال الأيام الثلاثة القادمة للاجتماعات السنوية سوف نتناقش ونستكشف كل هذه الأفكار المبتكرة وغيرها، مما سوف يسمح لنا بجعل أفريقيا مقاومة للمناخ ومعززة للنمو الأخضر. مستقبل أفريقيا أخضر. يجب أن تعمل الشمس والرياح والطاقة الحرارية والمياه على تزويد قارتنا بالطاقة. يجب أن تكون بنانا التحتية صديقة للبيئة وأكثر اضرارا، وأن تكون اقتصادياتنا مقاومة للمناخ وقادرة على الصمود. شكرا ومرحبا بكم مرة أخرى. Thank you, Mr. President. سيد الرئيس، لهذا هذه الخطبة القوية التي تضبط إيقاع اجتماعات هذا العام. أصحاب المعالي، سيداتي، سادتي، أنه من دواعي سروري أن أدعو السيد موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ليدلي ببيانه. We'll be right back.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. صاحب الفخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، صاحب الفخامة السيد أزالي السماني رئيس اتحاد القمر والرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات، السيد رئيس البنك الإفريقي للتنمية وأخي العزيز دكتور أديسينا، السادة والسيدات وزراء المالية، السادة والسيدات محافظو البنوك المركزية، السادة والسيدات، يعتاد الإنسان وحتى الحيوان الركون إلى منابع الخير ومواطن الهناء، فها نحن اليوم نجسد القانون الطبيعي بعودتنا بعد وقت وجيز إلى مدينة السلام شرم الشيخ، حيث كنا لنحتفل بعرس البيئة الكوكب الكوب 27 ولنتنادى للزود عن حرمتها. واليوم نحن في شرم الشيخ من جديد لسبر أغوار تمويل التنمية المستدامة في زمن يتولى فيه رئيس مصر العربية ريادة الوكالة الإفريقية للتنمية نيباد ومشروع تمويل البنية التحتية والتحول في مجال الطاقة في إفريقيا. رحم الله نجيب محفوظ، فلو كان حياً لاقتبس من حسن هذا اللقاء بين الزمان والمكان عنواناً لرواية جديدة. Excellence, Mesdames et Messieurs, c'est avec beaucoup de joie que je réponds à l'invitation du président du groupe de la Banque africaine. رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي أخي وصديقي العزيز الدكتور أديسينا الذي شرفني بالاشتراك في هذا الحدث الهام وهو عقد الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي واجتماع محافظي البنوك المركزية. سيد الرئيس، أود أن أشكركم على هذا الاهتمام والذي دفعني أهميته إلى مغادرة مقر الاتحاد الأفريقي عشية الاحتفالات بالذكرى 60 لإنشاء منظمة الوحدة الأفريقية، فإن إقامتي في شرم الشيخ هذه اللؤلؤة الرائعة التي تغمرها مياه البحر الأحمر وتعززها موقعها عند سفح جبل سيناء الأسطوري فستكون للأسف قصيرة المدة. فأود أن أحيي مصر الشقيقة حكومة وشعبا على ترحيبهم الحار الذي تغذيها أيضا السمعة الأسطورية لشرم الشيخ التي كرستها اليونسكو كمدينة للسلام. أصحاب السعادة، سيداتي سادتي، إن موضوع هذا الاجتماع يركز على تغير المناخ والاقتصاد الأزرق وما يمثل جزءا واحدا فقط من المشكلة الهائلة لتمويل التنمية في إفريقيا. عندما يطرح السؤال بوضوح وثبات منذ مؤتمر مونتري في عام 2002 فإن السؤال يعاود الظهور بشكل متكرر من الدوحة في 2008 إلى داكار في 2023 عبورا بأديس أبابا في 2015 وباريس في 2021 أصبح السؤال اتجاها حقيقيا مثل كل الاتجاهات تأتي الأحداث تحزم وتذهب وتتبدد في الوقت فألم يحن الوقت لنطرح السؤال البسيط والهام ماذا فعلنا بكل قراراتنا في كل هذه المنتديات المتكررة؟ ماذا تخبرنا مؤشرات التمويل لمعظم البلدان الإفريقية؟ ماذا يخبرنا به نسبة الديون المتزايدة باستمرار؟
ماذا يشير إليه عدم جاذبية رؤوس الأموال رأس المال الأجنبي بصفة عامة؟ كيف نقيم حشد التمويل المحلي؟ والذي يخبرنا خبراءنا أنه راكد وفي تراجع. أصحاب السعادة، سيداتي سادتي، أعرف أن الوقت فيه نبرة مريرة، ومع رغم هذه الفكرة المحبطة والمتشائمة، فإني أود ببساطة أن أعبر هنا في شرم الشيخ عن رغبتنا الشديدة في أن لا يكون هذا المؤتمر مجرد مؤتمرا آخر حول التمويل المؤجل دائما لأفريقيا. فأنا أعتقد في عملية داخلية على النحو المنصوص في الأجندة 2063، فالأمر متروك لأفريقيا بحيث تمنحنا القدرة لتصبح مستقلة نسبيا وتضمن في المقام الأول تمويل تنميتها. ولأنني لست خبيرا في هذه القضايا الفنية، لا أستطيع أن أخفي تحفظاتي على اختصار مسائل التمويل تنميتنا على الرافعة النقدية والمالية الوحيدة بمعناها الضيق. أتساءل إذا كان ينبغي علينا أن ننظر إلى واقع احتياجاتنا بطريقة شاملة، أي كنتيجة الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية على المدى المتوسط وكذلك الطويل. وريثما يتحقق هذا الهدف، فإن أفريقيا ومختلف شركائها مدعوون إلى توحيد جهودهم في عمل جماعي لتحسين جاذبية وفاعلية التمويل الخارجي. وحتى تتحقق هذه الغاية، فيفرض علينا تقييم نموذج التمويل من المانحين والذي كان سيدا في الماضي لتوضيح حدوده واقتراح بدائل يتم تعديلها وفقا لمنطق الشراكة المربحة للجانبين. أصحاب السعادة، سيداتي وسادتي، أود أن أعود إلى موضوع هذه الاجتماعات السنوية والتي تتمحور حول تمويل التغير المناخ والنمو الأخضر. بدين ذي بادئ، أود أن أهنئ رئيس مجموعة البنك التنموي الأفريقي على اختيار هذا الموضوع الذي كما ذكرت على هو موضوع الساعة بشكل لافت للنظر. فالأضرار الناجمة عن أثار تغير المناخ مدمرة، ولا سيما في القارة الأفريقية. فمنذ عام 1970 أفريقيا كانت ضحية للفيضانات المتكررة وحالات الجفاف التي أدت إلى خسائر في الإيرادات تقدر ما بين 0.4 و0.7% من إجمالي الناتج المحلي على التوالي. فالنتيجة كما تعلمون هي زيادة في احتياجات أفريقيا التمويلية المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته. وبالطبع هذا العجز سيتزايد ما لم يتم عكس الاتجاه الحالي. وينتج عن ذلك الضرورة الملحة للاتفاق على مصادر التمويل المناسبة لتنفيذ الموقف الأفريقي المشترك الذي تم طرحه ومناقشته خلال مفاوضات كوب 27 الأخيرة والتي عقدت هنا في شرم الشيخ. وبالنظر إلى التدهور في المالية العامة للدول الأفريقية، سيعتمد التخفيف من قيود التمويل بالتأكيد على احترام الالتزام الذي تعهد به المجتمع الدولي، ولكن كذلك على الجزء الذي سيكون مستحقا لأفريقيا في سياق يكون فيه الوصول إلى إخضاع هذا التمويل إجراءات معقدة في بيئة تنافسية للغاية. في نظري فإن القضية الرئيسية تتعلق بالقدرة على جذب التمويل الخارجي، ومن ثم ستواجه دولنا الأعضاء التزام بالحد من مخاطر الاستثمار من خلال إجراءات وإصلاحات مؤسسية مناسبة يجب أن تكون واضحة، وأن المنع الكامل لكل أشكال الفساد والإفراط في الفواتير واختلاس الأموال العامة، وكذلك انعدام الأمن القضائي وقاعدة ضريبية غير ملائمة وتدفقات مالية غير مشروعة وما إلى ذلك.
فبدون بداية حاسمة لعصر جديد من الحكم الرشيد والشفافية، سيظل مناخ الأعمال غير متبلور ورمادي ومثير للاشمئزاز. فأنتم أعلم مني بأن أفريقيا تخضع للضرائب بشكل غير عادل باعتبارها منطقة عالية المخاطر، فغالبا ما تصنفها وكالات التصنيف في أسفل التصنيف، مما يثبت عظيمة المستثمرين الأجانب بشكل واضح. فأغلى أمانية هي أنه رغم من تعقيد الموضوع فإن عملكم سيقود إلى طرق تسهل الرفع الفعال للقيود المالية التي تعوق تنمية أفريقيا. ولتحقيق هذه الغاية أناشدكم نيابة عن شعوب القارة أن تخدمونا بعد كل الإيضاحات التي لا غنى عنها وبأفعال وقرارات ملموسة ومحددة. أنتم تعرفون ما يقوله أعضاء النخبة الأفريقية في تواصل. يا سادة كبار المسؤولين عن التمويل، اخدمونا بالأفعال، وفروا وعودكم ولا تلوموني لكوني رسولهم البسيط. شكرا جزيلا لحسن استماعكم. Thank you, Your Excellency. صاحب المعالي لهذه الكلمات الحقيقية، وأنا على ثقة أن السادة المحافظون وكل متخذي القرار قد استمعوا لكم، ولأن أنه من دواعي سروري أن أدعو صاحب المعالي السيد أزالي عثماني الرئيس اتحاد جزر القمر ورئيس الاتحاد الأفريقي من أجل بيانه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إكسلنس مسيو لو بريزيدان، صاحب الفخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أخي الكريم، أصحاب الفخامة رؤساء الدول، السيد رئيس البنك الإفريقي السيد أليشينا، السيد رئيس والأخ الكريم مصطفى كبير رئيس المحافظية الإفريقية، حضرات السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود أولا أن أشكر الحكومة المصرية لحفاوة الاستقبال الكريمة ولحسن الاستقبال ولكل التسهيلات الممتازة التي حظينا بها أنا ووفدي منذ وصولنا إلى هذه الأرض المصرية. كما أشكر جزيل الشكر البنك الإفريقي للتنمية على التنظيم المحكم لهذا الحدث العظيم تحت عنوان تعبئة موارد القطاع الخاص لفائدة المناخ والنمو الأخضر في القارة الإفريقية. يسعدني أن أشارك في أعمال هذا المؤتمر لهذه المؤسسة الإفريقية في هذه المدينة البديعة، مدينة شرم الشيخ، في ظروف لا زالت مطبوعة بانخفاض في وتيرة النمو الاقتصادي وتزايد النزاعات والتحديات الجديدة التي تعاني منها القارة الإفريقية العزيزة.
صحيح أن المؤشرات الاقتصادية الكبرى لا تتحسن في إفريقيا على الرغم من جهود الحكومات لدعم السكان الذين يعيشون في حالة هشاشة وضعف في فترة الأزمات الحالية. النمو الاقتصادي للداخل القومي الخام في إفريقيا انخفض حيث انخفض من 4.8% في 2021 إلى 3.8% في 2022 بمعدل 14% في 2022 أي أعلى مستوى في إفريقيا من التضخم منذ ما يزيد عن 10 سنوات. هذا التضخم يعود إلى آثار الحرب في أوكرانيا على الحبوب والموارد الغذائية وعلى موارد الطاقة وكذلك استمرارية التدهور والتقلبات في سلاسل المبادلات على الصعيد الدولي بما زاد في هشاشة دولنا العزيزة. إن بعض التقدم الاقتصادي الاجتماعي في القارة الإفريقية يتضرر بهذه الأزمات الصحية والمناخية والنزاعات في أوروبا وفي القارة الإفريقية والخطر الذي يتهدد بالدمار لقدرة إفريقيا في القيام بالتزاماتها لبلوغ أهداف التنمية المستدامة التي تتبلور تطلعات أهداف النمو في 2063. وأود أن أحيي اختيار هذا الموضوع لتعبئة موارد القطاع الخاص لفائدة المناخ والنمو الأخضر في القارة الإفريقية التي نعلم جميعا آثارها على الأوضاع المناخية في القارة الإفريقية التي تستحتاج إلى موارد مالية ضخمة لدعم الدول الأكثر تعرضا وهشاشة أمام المخاطر ولتعزيز قدرتها على الاستقامة وإن الكوارث الطبيعية من أزمات نقدية وارتفاع لمستوى البحار تؤدي إلى خسائر في الأرواح وفي الآثار والخسائر المادية ونزوح الأعداد الكبيرة من السكان التي تهدد الاقتصاد الأفريقي. وأنا في مكان مهدد في دولة جزرية جزرية مهددة بكل هذه المخاطر. صاحب الفخامة حضرة السادة والسادة، يمكن أن نغير التحديات التي تواجهنا في فرص للنمو الاقتصادي الأخضر بفضل التزام القطاع الخاص ومشاركته النشيطة. إن انتعاش الاقتصاد الإفريقي يحتاج إلى تعبئة حقيقية للموارد المتوفرة والممكنة، ولذا فإنه من الأهمية بمكان أن نشجع وأن نحفز استثمارات القطاع الخاص في إفريقيا بإنشاء الظروف المناسبة للاستثمار مثل الاستقرار السياسي ونهوض بالسلام وتحسين ملكية الأرض وتطوير الإطار التقنيني المناسب لبنى أساسية مؤاتية. وألخص أنا أحيي التزام جلي دولنا بمنطقة التبادل الحر الإفريقية التي تمثل فرصة حقيقية لتطوير المنشآت الصغرى وصغير ومتوسطة الحجم التي تمثل تقريبا 80% من المنشآت والشركات في إفريقيا، وهي المحفز والمحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا بفضل إنشاء منطقة التبادل الحر لكف. فإن منشآتنا ستوسع رقعة تحركها وستسهم في القيمة المضافة والرفاه لقارتنا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات المالية الثنائية ومتعددة الأطراف يمكن أن تقدم إسهاما كبيرا في هذا النهضة الاقتصادية بتقديم المساعدة والآليات للمنشآت الاقتصادية بتمكينها من الحصول على التمويل الأخضر.
وفي هذا الصدد فإن انضمام الاتحاد الأفريقي كعضو كامل العضوية لمجموعة الـ20 أمر ضروري، وأنا أعرب عن رغبتي الحقيقية في أن نضالنا الآتي الحقيقي سيؤدي إلى انضمام لقمة مجموعة الـ20 في الهند في شهر سبتمبر أيلول القادم، وعلينا أن نشجع البنك الأفريقي للتنمية وكل المؤسسات المالية لمرافقة القطاع الخاص الأفريقي في بحثه عن موارد للنهوض بالنمو الأخضر. حضرات السيدة والسادة الأعضاء الكرام، في مداخلاتي أمام مجموعة الـ7 التي انتهت في هيروشيما دعوت دول مجموعة الـ7 لدعم وتأييد طلب الاتحاد الأفريقي لتوجيه حقوق السحب الخاصة في الاقتصاد الأخضر في أفريقيا، ونحن في حاجة إلى توسيع رقعة التمويل وجعل تخصيص حقوق السحب الخاصة للبنوك الأفريقية للتنمية أمر حقيقي، وهذا هو الأوان بالنسبة لي كرئيس للاتحاد الأفريقي أن أؤيد خطاب الأمين العام للمتحدة ونداءه لتعبئة آلية سريعة في حالات الأزمات لإجراء لسحب حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي وتوجيهها لدول تحتاجها أكثر من غيرها من خلال البنوك متعددة الأطراف للتنمية. وفي هذا الإطار فإن اقتراح رأس المال المزدوج الذي قدمته البنك يؤكد كيف نتقدم في هذا الاتجاه مع تخفيض تكاليف الانضمام لأسواق رأس المال والاستفادة من قدرتها على المضاعفة بتعزيز قدراتها على الإقراض، وهذا سيسمح للقارات الإفريقية برفع هذه التحديات الميزانية الملحة. ومن المناسب أن جزءا من هذه الموارد ينبغي أن تخصص من خلال البنك الإفريقي للتنمية، خاصة أن البنك الإفريقي للتنمية تلبي آليات ومعايير عمل صندوق النقد الدولي. حضرات السيدة والسادة، في الختام أود أن أؤكد على الأهمية للخارطة الإفريقية أن تشجع تحولا لاقتصاد بدون كربون وصامدة بما يعني تعبئة لموارد مالية عالمية. ومن الأهمية أيضا بمكان أن نعمل على أن هذا التمويل المجدد يوزع بشكل عادل ومسؤول حتى نتمكن من الاستفادة القصوى من دعمنا للمجموعات الأكثر تعرضا وهشاشة أمام التقلبات المناخية. وشكرا لكم على حسن انتباهكم. Thank you, Excellency. شكرا صاحب المعالي لهذا البيان الذي يصيغ بوضوح ما طلب من طلب الاتحاد الأفريقي من العالم. أصحاب المعالي، سيداتي سادتي، الآن يشرفني أن أرحب بصاحب المعالي فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ليقدم لنا كلمته الافتتاحية. Thank you very much. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الفخامة رؤساء الدول الأفريقية الشقيقة، السادة رؤساء الحكومات والمنظمات الدولية ومحافظي البنوك المركزية، السيدات والسادة الحضور، ضيوف مصر الكرام، إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم في مدينة السلام
شرم الشيخ التي تشرف باستضافة الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي 2023، وهي الاجتماعات التي حرصت مصر على استضافتها على أراضيها للمرة الثالثة، تأكيداً على بلغ اهتمامنا بتعزيز المساعي الدولية والإقليمية الداعمة لجهود التنمية في جميع ربوع قارتنا الإفريقية. السيدات والسادة، لا تخفى عليكم التحديات المتصاعدة والمتشابكة التي تواجهها دول العالم، فمع ظهور بوادر التعافي من الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي، جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية والتوترات السياسية الدولية لتضيف إلى المشهد العالمي تعقيدات غير مسبوقة تظهر آثارها في اضطرابات حادة في سلاسل التوريد العالمية وموجات تضخمية جارفة. ولقد انعكس هذا المشهد بشكل أكثر قوة على اقتصادات الدول النامية وعلى رأسها اقتصادات دول القارة الإفريقية التي تعاني في الأصل من تحديات داخلية عدة، مما يتطلب أفكاراً غير تقليدية للبحث عن حلول تمويلية تساهم في دفع عجلة المشروعات الأكثر إلحاحاً، خاصة في مجالات مواجهة تحديات التغيرات المناخية والتنمية المستدامة. ويكفي في هذا الصدد الإشارة إلى حجم بعض الاحتياجات التمويلية لدول القارة الإفريقية طبقاً لتقديرات الأمم المتحدة وبنك التنمية الإفريقي. ونذكر منها على سبيل المثال للحصر 200 مليار دولار سنوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، 144 مليار دولار سنوياً لمعالجة الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19، 108 مليارات دولار سنوياً لتمويل مشروعات تهيئة ورفع مستوى البنية التحتية. وهنا تبرز أهمية هذه الاجتماعات ودور بنك التنمية الإفريقي في توفير الحلول التمويلية الملائمة لاحتياجات دول القارة التي تحقق المعادلة الصعبة بين توفير التمويلات الضخمة اللازمة لتحقيق التطلعات التنموية من جانب، وخفض مخاطر هذه التمويلات من جانب آخر، عن طريق بناء هياكل مالية مناسبة تحفز المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف على ضخ المزيد من الاستثمارات في شرايين الدول الإفريقية. كما أغتنم هذه الفرصة لدعوة المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف إلى إعادة النظر في المعايير والشروط التي تؤهل الدول للحصول على قروض ميسرة، بحيث تكون متاحة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل على حد سواء، خاصة في ظل تصاعد تكلفة الاقتراض وزيادة أعباء خدمة الدين وما له من انعكاسات سلبية على الموازنات المالية لتلك الدول. السيدات والسادة، إن إشكالية التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية لا تنحصر في نطاق دولة دون غيرها أو إقليم بعينه، وإنما هي قضية وجودية ينبغي أن تأتي على رأس الأولويات الاستراتيجية لجميع دول العالم. وعلى عكس ما قد يعتقده البعض، فإن الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية تتزايد على الدول الأقل نمواً، وهو ما يظهر بوضوح في دول القارة الإفريقية، حيث تؤدي هذه التغيرات إلى ارتفاع معدلات الجفاف واتساع رقعة التصحر وتراجع إنتاجية المحاصيل الزراعية. وتشير التقديرات لأن المخاطر المرتبطة بالجفاف فقط في دول القارة الإفريقية أدت إلى خسائر تجاوزت قيمتها 70 مليار دولار، فضلاً عن تسببها في خفض نمو الإنتاجية الزراعية للقارة بنحو 34%. وتقدر الاحتياجات التموالية لمواجهة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية في إفريقيا بنحو 3 تريليون دولار
حتى عام 2030. وفي هذا الصدد تقدر الإشارة إلى النتائج الإيجابية لمخرجات وتوصيات قمة الأمم المتحدة للمناخ كوب 27 التي ترأستها مصر العام الماضي، ويأتي في مقدمتها الاتفاق على إنشاء صندوق مخصص لتوفير التمويل اللازم لتعويض الخسائر والأضرار للدول المتضررة من الفيضانات والجفاف والكوارث المناخية الأخرى. السيدات والسادة، إن معطيات الواقع الاقتصادي تفرض ضرورة تحفيز القطاع الخاص للاطلاع بدور أكبر في توفير التمويل اللازم للنهوض بالمشروعات صديقة البيئة، مع تكثيف آليات استخدام مصادر الطاقة النظيفة وإقرار السياسات والإجراءات اللازمة لذلك. وفي هذا الإطار تولي مصر اهتماماً بالغاً بالبعد البيئي، حيث أصدرت الحكومة المصرية عام 2021 الإصدار الأول من دليل معايير الاستدامة البيئية تحت مسمى الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر، وذلك بهدف توفير الإرشادات اللازمة لدمج معايير التنمية المستدامة في الخطط التنموية، بما ينعكس بالإيجاب على جودة الحياة وعملية التنمية. ومما لا شك فيه أن فعاليات النسخة الحالية من الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي تمثل فرصة متميزة لتبادل المعرفة والخبرات وتوفير الدعم الفني اللازم لمواجهة تداعيات التغير المناخي، مع طرح أجندة واضحة وفقاً لجدول زمني لتحديد سبل وآليات التعامل مع مختلف التحديات التي تواجهها دول القارة الإفريقية، وصولاً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ضيوف مصر الكرام، ختاماً أجدد ترحيبي بكم جميعاً، وأتمنى لكم التوفيق في هذه النسخة من الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي، الذي أتوجه له بالشكر على جهوده الملموسة في تمويل المشروعات التنموية في مختلف أنحاء قارتنا، والتي تجعلنا نتطلع للمزيد من الشراكات الناجحة مع المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف لتحقيق تطلعات شعوبنا نحو النماء والتقدم والازدهار. شكراً لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Can we put our hands once more? إذا نصفق مرة أخرى لفخامة الرئيس. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المباشرة لشاشة التلفزيون المصري لفعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية في شرم الشيخ، حيث تم بحضور وتشريف سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح فعاليات هذه الاجتماعات السنوية في مدينة شرم الشيخ، والتي تعقد في الفترة من 22 إلى 26 من مايو، وذلك تحت شعار حشد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا.
هذه الاجتماعات السنوية تناقش في أروقتها العديد من الموضوعات التي تهتم بمسألة الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة في إفريقيا. من الموضوعات والملفات المهمة التي يتصدرها الحوار الرئاسي رفيع المستوى في هذه الاجتماعات: الهيكل المالي العالمي المتغير ودور المصارف المتعددة الأطراف. هذه الاجتماعات مشاهدينا الكرام كما شاهدنا منذ الصباح هي بحضور رفيع المستوى من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من 81 دولة، وبمشاركة حوالي 4000 مشارك من كبار رجال الأعمال وشركاء التنمية. هذه الاجتماعات تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز وتعميق التعاون مع الأشقاء الأفارقة في كافة المجالات، خاصة من الناحية الاقتصادية. أيضا مشاهدين، من خلال الكلمات التي تبعناها منذ الصباح، هناك الكثير من الموضوعات على هامش هذه الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي أو بنك التنمية الإفريقي. مثلا إصدار تقرير التوقعات الاقتصادية الإفريقية لعام 2023 بشأن تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا، إلى جانب جلسات نقاش واسعة بحضور قادة ومسؤولين من مصر ودول إفريقية عن الاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة لحشد الاستثمارات المناخية الخاصة في إفريقيا، والإجراءات الرئيسية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، فضلا عن دور التكنولوجيا المالية في إطلاق التمويل المستدام والأخضر. إذن مجموعة كبيرة من الموضوعات على هامش هذه الاجتماعات السنوية، وكما ذكرت لحضراتكم يعني استضافة مصر لفعاليات والاجتماعات الخاصة ببنك التنمية الإفريقية يعطي بعد مهم ودلالة ورسالة مهمة لمصر التي هي معنية بشكل كبير بمسألة الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، ليس فقط في الداخل المصري ولكن أيضا من خلال البعد الإفريقي التي تهتم به مصر كثيرا. وبعد نجاح مصر الكبير في استضافة كوب 27، بالتأكيد هذا يعطي خصوصية كبيرة للدولة المصرية باستضافة هذه الأحداث الكبرى والفعاليات الكبرى على أرض مصرية. بالتأكيد كما ذكرت لحضراتكم، هذا الحدث حدث إفريقي استثنائي على أرض مصرية، وهذا الحدث يؤكد على استمرارية دعم مصر للقارة الإفريقية واستمرارية دعم فكرة التكامل والشراكة مع الدول الإفريقية في مسألة الاستثمار، في مسألة خلق مشاريع خاصة بالاقتصاد الأخضر ودعم القطاع الخاص في هذه المسألة والشراكة بين القطاع الخاص والحكومات المختلفة الإفريقية في مسألة المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا، انعكاسا بالتأكيد لأهمية هذا الملف. هو ملف مهم للغاية، هو أحد أكثر الموضوعات إلحاحا الآن لجميع دول العالم بشكل عام والدول الإفريقية بشكل خاص، حيث تساهم التغيرات المناخية مشاهدين الكرام كما تعلمون في عدد من التداعيات السلبية، خاصة في مسألة الأمن الغذائي، زيادة نزوح السكان، زيادة الضغط على موارد المياه في القارة. يعني المستوى الحالي لتمويل المناخ في القارة، عندما نعلم أنه الآن يغطي إجمالي التدفقات فيه 12% فقط من التمويل المطلوب، إذن نحن أمام مشكلة كبرى. إفريقيا تواجه هذه المشكلة خاصة بقلة التمويل الخاص بالمشروعات الخاصة بالاقتصاد الأخضر والتنمية الخضراء، وبالتالي وجب البحث عن
إتاحة موارد إضافية لبناء اقتصادات قادرة على مواجهة تغير المناخ. في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كانت كلمة مؤشرة لضرورة هذه المشاركة وهذا التكامل الإفريقي بما يدعو لفكرة مشاركة القطاع الخاص مع الحكومات الإفريقية المختلفة والدول الإفريقية المختلفة في البحث عن طرق جديدة وابتكار طرق جديدة للتمويل الخاص بالمشروعات التي هي تساهم في مسألة الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة في إفريقيا. ليس طرفا الحديث عن هذا الموضوع، ولكن أصبحت ضرورة ملحة لدول العالم، فما بالكم بالدول الإفريقية التي هي بحاجة ماسة لهذه المشروعات. الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي في الجلسة الافتتاحية كما تابعناها مع حضراتكم منذ الصباح، قال: أدعو المؤسسات التنموية متعددة الأطراف لإعادة النظر في شؤونها مرة أخرى، وأيضا أكد على ضرورة تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات الصديقة للبيئة، وأيضا أشار إلى أن مصر تولي اهتماما بالغا للبعد البيئي، حيث أصدرت مصر استراتيجية للتعامل أو للتعافي الأخضر، وأيضا مصر أطلقت فكرة دمج التنمية المستدامة في الخطط التنموية المختلفة. هنا يعني هناك الكثير من الاستراتيجيات الخاصة بمصر أشار إليها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته، وقال إن مصر تعتمد على فكرة تخضير الخطة الاستثمارية لتنمية الاقتصاد الأخضر إذا جاز التعبير، وهناك شراكة متوازنة بين الدولة والمستثمرين لدعم الاقتصاد الأخضر. مصر أيضا أطلقت استراتيجية تغير المناخ 2050. مصر أيضا أطلقت استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة 2035. مصر أطلقت إدارة وتنمية الموارد المائية 2050. مصر أطلقت أيضا استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر. كل ذلك مشاهدينا الكرام يأتي في إطار تطبيق رؤية مصر 2030. هذه الاستراتيجية التي تهدف لخفض نسبة الانبعاثات والحد من التلوث وعن طريق تطبيق تنفيذ مشروعات نظيفة ومستدامة وصديقة للبيئة، والحكومة المصرية وجهت لتنفيذ تلك المشروعات في 2022-2023 نحو 336 مليار جنيه في عدد من القطاعات. إذن الحديث هنا ممتد والحديث متواصل مع حضراتكم مشاهدينا الكرام. معنا ومع حضراتكم السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية. أهلا بحضرتك معنا سيادة السفير. أهلا وسهلا. سيادة السفير، حتى يكون المشاهد معنا في الصورة، عندما نتحدث عن اجتماعات سنوية لبنك التنمية الإفريقي، ما هو هذا البنك وما هي المشروعات التنموية التي يقوم بها في إفريقيا؟ بنك التنمية الإفريقية بنك كبير، وليس كما يظن البعض أنه مجرد أحد البنوك الأفريقية الخاصة، ولكن بنك تساهم فيه كل الدول الأفريقية بمساهمات مختلفة. مصر من أكبر المساهمين في هذا البنك، وهناك دول أيضا غير أفريقية تساهم فيه مثل الصين، الولايات المتحدة، دول الاتحاد الأوروبي، بعض الدول الأسيوية، إضافة إلى البرازيل وبعض دول أمريكا اللاتينية. هذا البنك يقدم قروضا بشروط ميسرة مثل البنك الدولي بالمناسبة للمشروعات الكبرى في القارة الأفريقية، والبنك سبق أن قدم قروض كبيرة بشروط مسيرة لقطاع الكهرباء في مصر وغير ذلك من المشروعات الأخرى، ولكن ركز في السنوات الأخيرة على قطاع الكهرباء في مصر. ك
كما تذكرين فإن الاهتمام بحضور مؤتمر شرم الشيخ ليس فقط على أعضاء البنك الأفريقيين، ولكن كل الدول الأخرى المساهمة في البنك تحضر، بالإضافة إلى المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأفريقي، بالمناسبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي حضر لهذه المناسبة الهامة. نعم سيادة السفير، حدث استثنائي على أرض مصرية يحمل عنوان تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في إفريقيا. ما أهم التحديات أمام هذه الاجتماعات هذا العام؟ كما ذكرت فإن شعار هذا العام هو تمويل الاستثمارات في القطاع الخاص للإرصاد الأخضر، وأقصد بالقطاع الخاص ليس فقط من خارج القارة الأفريقية للقطاع الخاص، ولكن حتى من بعض الدول الأفريقية إلى دول المشروعات في داخل القارة الأفريقية، وهذا تطبيقا لاتفاقية جعل أفريقيا منطقة تجارة حرة. الاستثمار بعض الدول الأفريقية وخاصة مصر وجنوب أفريقيا وبعض الدول الأخرى تضع شروطا امتيازات هامة لجذب الاستثمارات من خارج القارة الأفريقية ومن داخل القارة الأفريقية نفسها. القطاع الاقتصاد الأخضر هو مناسبة مهمة لأنه يجمع بين مؤتمر المناخ في شرم الشيخ نفس المدينة في العام الماضي وفي أظن هذا العام ومؤتمر أبو ظبي في نهاية هذا العام. الاقتصاد الأخضر هو الاقتصاد الواعد وسيدر على الدول المستثمرة فيه أرباحا كبيرة وسيؤدي إلى الإقلال من تلوث المناخ. نعم سيادة السفير، يعني هذا الأمر يجعلني أسأل حضرتك، يعني في مسألة المناخ الأخضر والنمو الأخضر وكذا هناك الكثير من التحديات، ولكن خرجنا في نفس الوقت بمكتسبات كثيرة من كوب 27 في نوفمبر الماضي. أعتقد أن هذا المؤتمر سيدق نخوص الخطر أن المناخ في حالة خطر شديد، يعني كل التنبؤات تقول أن أسوأ التوقعات تقول أنه سيتم رفع درجة حرارة الأرض درجة ونصف درجة بعد 20 سنة تقريبا، ولكن كل الخبراء يقولون أننا قد وصلنا إلى هذه الدرجة خلال السنوات الماضية، فيجب علينا جميعا سواء دول متقدمة أو دول نامية أن نراجع تقديراتنا المتفائلة أكثر من اللازم ونضع مشروعات نلتزم فيها كلنا بالمساهمة في خفض تلوث المناخ بالتركيز على الاستثمار في قطاع الاقتصاد الأخضر واستغلال أشعة الشمس الرياح الأمواج الآن بتستخدم لتوليد الكهرباء. فكل هذه المشروعات يعني اعتقد ان الرساله التي سيرسلها مؤتمر شرم الشيخ ستوجه الى كل دول العالم بالتكاتف للاستثمار في المشروعات الخاصه بخفض المناخ، واعتقد ان مصر لديها تجربه هامه في هذا الصدد وتقوم باستثمارات كبيره في هذا الموضوع، وخاصه بالنسبه لاستغلال الرياح واستغلال أشعة الشمس، والآن تركز على الاقتصاد الأخضر. نعم كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت يعني مؤشرة لخطر مهم ويجب التنبه إليه إذا ما تم هذا التكامل وهذه الشراكة بين الدول الإفريقية وتحفيز القطاع الخاص في مسألة تمويل المشروعات الخاصة به التنمية الخضراء والتنمية المستدامة والنمو الأخضر وكذا، وأيضا ما بين ربما هناك مبشرات لإمكانية حدوث هذا التكامل وهذه الشراكات بشروط واضحة وبضمانات واضحة. قراءتك لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي جاءت في افتتاح هذه الاجتماعات؟ نتذكر أن الرئيس السيسي أقر عند خلال رئاسته الاتحاد الأفريقي اتفاقية على أفريقيا
معاهدة جعل أفريقيا منطقة تجارة حرة. فلدينا الآن هذه الاتفاقيات التي ذكرت حيز التنفيذ إطار مناسب للتعامل بين الدول الأفريقية وأصدقاء أفريقيا في هذا الموضوع. ستؤدي تطبيق هذه الاتفاقية وسكرتيرتها في دولة غانا وسكرتير عام هذه الاتفاقية موجود داخل هذا المؤتمر في الوقت الحالي، ستؤدي إلى الشعور بأهمية تكاتف الدول الأفريقية وأصدقاء أفريقيا بموضوع تغير المناخ. ولكن أكثر من ذلك أو لا يقل عن أهمية هو تنمية التبادل التجاري بين الدول القارة الأفريقية التي ستؤدي إلى إنعاش الصناعات الأفريقية وزيادة العمالة داخل أفريقيا نفسها. نعم سيادة السفير، يعني عندما نعلم أن الرقم متواضع جدا عندما نتحدث عن إجمالي تدفقات أو تمويل خاص بمشروعات التنمية الخضراء 12% فقط من التمويل المطلوب لحجم هذه المشروعات المتعلقة بالمناخ وما شابه، يعني ما المطلوب الآن في ظل هذا التحدي الأكبر والذي تتحدث عنه هذه الاجتماعات هذا العام، فكرة التمويل، فكرة تحفيز القطاع الخاص في المشاركة في مشروعات التنمية المستدامة الخضراء؟ للأسف الاستثمارات الدولية والاستثمارات الوطنية تأثرت كثيرا بأزمة النزاع بين روسيا وأوكرانيا التي أثرت على العالم كله وأثرت على تدفق الاستثمارات ليس فقط إلى الدول النامية ولكن داخل الدول الغنية نفسها. فهناك تنافس على جذب هذه الاستثمارات وتقديم محفزات أكثر. كلنا نذكر أن الرئيس السيسي رأس اجتماعا هاما حول حزمة من المحفزات التي تتقدم بها مصر إلى الاستثمارات الدولية والأجنبية لمصر. بعض الدول الأفريقية فعلت ذلك ولكن يجب أن يتم ذلك في نطاق جماعي وليس إلى جانب الناحية الفردية للدول نفسها. نعم سيادة السفير، في ظل عدم اليقين الاقتصادي الذي يمر به العالم أجمع، متغيرات كثيرة اقتصادية، تقلبات يعني أحدثت هزات كبيرة في كل دول العالم، إلى أي مدى هذا المؤتمر بهذه الاجتماعات بهذه الدعوة للقطاع الخاص في المشاركة في التنمية المستدامة الخضراء وكذا، إلى أي مدى هناك حافز بالنسبة للقطاع الخاص لهذه المشاركة؟ إلى أي مدى التحديات هل هي أكبر أم أن إمكانية المشاركة متاحة وهناك فرصة متاحة للمشاركة بين الدول الإفريقية في مسألة الاقتصاد الأخضر والتنمية الخضراء؟ من التحديات الهامة التي تقابل ليس فقط الاقتصاديات الأفريقية ولكن دول العالم هو التقلبات الكبيرة في أسعار العملات. يعني لا توجد دولة في العالم بما فيها الولايات المتحدة إلا لم تتأثر بالتقلبات الحادة في سعر عملاتنا الوطنية أو بعض العملات الحرة القابلة للتداول. فهذا الموضوع أعتقد سيكون من ضمن مناقشة المؤتمر شرم الشيخ، ولذلك جاءت مشاهمة البنوك المركزية الأفريقية هامة لإيضاح مثل هذا التحدي وكيف يمكن للدول الأفريقية أن تقابل هذا التحدي بالتعاون مع الدول الغنية أو المؤسسات المالية الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي. نعم سيادة السفير، ما المخرجات المنتظرة من هذه الاجتماعات هذا العام أنت تنتظرها لتتحقق على أرض الواقع؟ أعتقد أن مجلس إدارة البنك الأفريقي سيتخذ قرارات بزيادة الاستثمار. أولا البنك لديه أموال لا بأس بها يمكن أن يقوم بها باستغلالها في تمويل الاقتصاد الأخضر. قد يقوم البنك مجلس إدارة البنك الذي سيجتمع على هامش اجتماعات شرم الشيخ بإخراج حزمة من المشروعات الأفريقية التي تستهدف استغلال الاقتصاد الأخضر في ليس فقط في الاقتصاد الوطني ولكن في الاقتصاد الذي سيساهم في خفض المناخ و ممكن أن يقوم بإيراد
واحد لا بأس به للدول التي تستغل في هذا الاقتصاد. نعم، ما بين اقتصاد وطني حضرتك ذكرت مصر تسعى فيه لتحقيق هذه الفكرة واستراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة بين قوسين، تنمية خضراء باقتصاد أخضر دون تلويث للبيئة بشكل أو بآخر، وبين بعد مصر تهتم به كثيرا هو البعد الإفريقي والتكامل الإفريقي والشراكة الإفريقية. يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أشار إلى هذا البعد، ودائما مصر مهتمة بالنظرة لبعد إفريقي يحقق هذا التكامل. إمكانية تحقيق هذا التكامل بالرغم من التحديات التي نعيشها الآن سيادة السفير؟ بالرغم من وجود صعوبات كثيرة لتحقيق مثل هذا التكامل كما يأمل الرئيس السيسي ومصر والدول الأفريقية الأخرى، ولكن يجب أن نبدأ من نقطة ما، وأعتقد أن مؤتمر شريف الشيخ ومناسبة طيبة ليس فقط لبراز شعارات سياسية ولكن لاتخاذ قرارات تنفيذية بتمويل عدد من المشروعات الكبيرة داخل القارة الأفريقية بالنسبة للاقتصاد الأخضر. أهم من ذلك أو يجب أن يترافق مع ذلك هو زيادة الوعي الشعبي لا تفقد في مصر نفسها ولكن بين كل شعوب الدول الأفريقية بأهمية هذا الاقتصاد الذي سيؤدي إلى زيادة العمالة وزيادة التشغيل وتحقيق أرباح وارتخاء ذاتي في عدد من الدول الأفريقية على الأقل إن لم يكن في كل الدول الأفريقية. نعم، السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، أشكرك جزيل الشكر. سوف نشاهد معا مقطع الفيديو بخصوص افتتاح فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية. It waits for no one. It waits for no one. لا ينتظر أحدا. الوقت لا يتوقف. عندما يتعلق الأمر بتغيير المناخ نحن ليس لدينا الكثير من الوقت. لقد حان الوقت. فالعالم ليس لدينا متسعا من الزمن لتغيير مسار الاحتباس الحراري، حيث أن أفريقيا تبقى من أكثر المناطق تضررا من ارتفاع درجات الحرارة من أكثر من أي مكان آخر. Climate hazards and challenges are becoming increasingly common. Yet climate financing for Africa is only 3% of global spend. Africa is in serious financial distress for what it didn't cost. And therefore there must be a greater sense of urgency, not in talking, but in doing and in delivering resources that Africa needs very, very desperately. While private sector climate financing has grown globally since 2010, Africa's financing comes largely from non-private sector sources. Low carbon investment is capital intensive. Public sector resources are not enough to transition to zero carbon transportation systems, to build local, healthy and sustainable غذائية وزراعية محلية صحية. بالإضافة إلى دعم العمل المناخي فأفريقيا في حاجة إلى 133 مليون دولارا سنويا للاستثمارات في الطاقة النظيفة لتحقيق هذه الأهداف. وقد أصبح المواطنون في كينيا يتمتعون بالتيار الكهربائي وهناك الكثير من المزايا التي تمثل بعضها في الاستجابة السريعة للتحديات التي تواجه هنا، وقد أثر هذا إيجابا على مشروعات توليد الطاقة عن طريق الطاقة النظيفة المنبثقة عن الرياح. وقد حان الوقت من أجل التكيف مع مختلف الكوارث الطبيعية. لم نكن نتخيل أبدا بأننا سوف نصل إلى هذا الحد، إن معرفتنا تتزايد وإن كان القيام بالكثير من الأشياء. حان الوقت لحشد وتعبئة موارد كبيرة من أجل تنفيذ خطة العمل المناخي بأفريقيا. الذهب ليس موجودا فقط في بطني. It's time to leverage domestic and international private sector resources and harness the continent's abundant natural capital. وما نعتقد أنه صحراء جافة كان مليئا بالمياه، ونحن فقط في حاجة إلى الموارد من أجل استغلالها. Africa must invest in hydrogen, wind power, solar energy, and hydropower.
إن مجموعة البنك التنمية الأفريقي تدرك أهمية الوقت وإنشاء التحالف من أجل البنى التحتية الخضراء جاء لسد فجوة التمويل وبناء بنى تحتية مستدامة مرنة في أفريقيا للاستثمار في البنية التحتية الخضراء عالية الجودة. إن مشاريع من قبيل مشروع نور وبحيرة توركانا ومحطة معالجة المياه في أبورا وتعمل على تصدير التغيرات المناخية. لهذا فنحن يتعين علينا حشد تمويلات القطاع الخاص من أجل المناخ. Welcome to the 2023 African Development Bank Group's annual meetings in Sharm el-Sheikh. We will reflect on how to generate a sustainable and inclusive future for a wealthy, self-reliant and resilient Africa. How can Africa invest smarter, aim for a lower carbon footprint and develop fresh off-grid energy solutions? How can the continent convert its natural capital into industrial capital, financial capital, agricultural capital and knowledge capital? Time is unstoppable, but we can also march to its beat. We can speed up our commitment, step up and make bold actions to mobilize private capital to finance Africa's climate action. The clock is ticking on Africa's future. Every minute matters. Every action is critical. أهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذن نحن في إطار وفي سياق المتابعة الحية والمباشرة لشاشة التلفزيون المصري لانطلاق فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي في مدينة شرم الشيخ. هذه الاجتماعات تعقد في الفترة من 22 إلى 26 من مايو تحت عنوان عريض وشعار يتمثل في حشد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا. هذه الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي وهذا العام بالتحديد يناقش الحضور وهم طبعا يمثلون حضور رفيع المستوى من وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية من 81 دولة وحوالي 4000 مشارك من كبار رجال الأعمال وشركاء التنمية كما ذكرت لحضراتكم. موضوعات وملفات مهمة عديدة يتصدرها الحوار الرئاسي رفيع المستوى حول إمكانية حشد ودعم القطاع الخاص فيما يتعلق بتمويله لمشروعات من أجل المناخ ومن أجل النمو الأخضر في إفريقيا وكذلك الهيكل المالي العالمي المتغير ودور المصارف المتعددة الأطراف. إذن مشاهدينا دعونا نكون في الصورة من قلب الحدث مع رامي محمد مراسل التلفزيون المصري. أهلا بك رامي. يعني هناك زخم في الأفكار وما طرح منذ الصباح على لسان كل من تحدث بالتأكيد وكلمة مهمة وتحمل الكثير من المبشرات وأيضا مؤشرات للتكامل والمشاركة الإفريقية الإفريقية في مسألة مشروعات خاصة بالاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة الخضراء على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي. رامي ضعنا في التفاصيل وفي أروقة هذا الحدث. تحياتي لك ولكل متابعينا من داخل مركز المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ مدينة السلام، حيث انتهت منذ قليل الجلسة الافتتاحية الخاصة بالاجتماع السنوي لمجموعة بنك التنمية الإفريقي بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجموعة من القادة وأكثر من 81 دولة ممثلة في وزراء المالية ومحافظي البنوك الخاصة
أعضاء هذه المجموعة الخاصة بالبنك الإفريقي للتنمية، وأيضا إذا تحدثنا عن حضور كبير لأكثر من 4000 مشارك يمثلون كل من يهتم بالتنمية في إفريقيا، سواء بالتحول إلى النمو الأخضر والاقتصاد الأخضر تحديدا، أو كمان مواجهة التغير المناخي. وهذا يأتي ضمن العديد من التوصيات والمقترحات التي خرجت من مؤتمر المناخ كوب 27 هنا في مدينة شرم الشيخ. يأتي هذا الاجتماع السنوي تحت عنوان كبير وعريض، وترجم إلى أكثر من جلسة وإلى أكثر من فعالية هنا في هذا الاجتماع السنوي 58 لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، والتاسع والأربعين لمحافظي بنوك هذه البلدان لمجموعة البنك الإفريقي سواء الإقليمية أو غير الإقليمية. ولو تحدثنا عن أن هناك الآن عدد من الموائد المستديرة الخاصة بالمنتدى الإفريقي للاستثمار لمناقشة كيفية جذب المستثمرين والتنمويين وكل من يشارك في نهوض القارة الإفريقية في مواجهة التغير المناخي والنمو الأخضر، تحت عنوان عريض وكبير الحشد وتعبئة تمويل القطاع الخاص للنمو الأخضر والتغير المناخي. هذا هو المشهد بشكل كبير من خلال الجلسة الافتتاحية التي عرض أيضا خلالها العديد من الكلمات، وأيضا فيلم تسجيلي لأبرز التحديات التي تواجه القارة الإفريقية والبلدان الإفريقية، وأيضا المشروعات التي شارك بها مجموعة البنك الإفريقي للتنمية في أكثر من دولة إفريقية للمساعدة في التنمية، وأيضا البناء البنية التحتية الخاصة بهذه البلدان. هناك العديد من الحضور، نتحدث عن مصرفيين، نتحدث أيضا عن اقتصاديين وأيضا تنمويين وكل من يهتم بهذا الجانب، سواء الجانب الاقتصادي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، أو أيضا لو تحدثنا عن الجانب الخاص بالتغير المناخي وتنفيذا لمقترحات كوب 27، وأيضا إذا تحدثنا عن حضور واسع لكل ممثلي البلدان الإفريقية هنا في مدينة شرم الشيخ. والآن يعني في مثل هذه القاعة تقام جلسة أخرى ومائدة مستديرة حول منتدى إفريقيا للاستثمار لجذب المستثمرين والتنمويين، وأيضا لعرض الكثير من النقاط الخاصة بطرق ومشروعات التنمية في البنية التحتية تحديدا في البلدان الإفريقية. وأيضا هناك العديد من الخطوات الأخرى، منها أيام السوق التي سوف تحدد بدولة المغرب وتنطلق من 8 وحتى 10 من نوفمبر القادم. هذا هو المشهد هنا من خلال الفعاليات الخاصة بالجلسة الافتتاحية واليوم الأول لانطلاق الاجتماع السنوي الخاص لمجموعة بنوك الإفريقي للتنمية. هذا هو المشهد، عودة إليك. رامي، ماذا عن المشاركين بعد الجلسة الافتتاحية؟ يعني هل لمست رغبة وحماس من أجل الوصول إلى حلول واقعية بالرغم من التحديات الاقتصادية القائمة في العالم، وبالتالي كانت الآمال أنت لمستها هي أكبر من فكرة التحديات ومن فكرة المشكلات التي يمكن أن تواجه هذه الشراكات وهذا التكامل الذي نسعى إليه وننشده من خلال هذه المؤتمرات الخاصة بالمناخ؟ نعم، إذا تحدثنا عن الحضور الإفريقي الواسع والكلمات المهمة التي أتت على ألسنة القادة والزعماء لعدد من البلدان الإفريقية، وأيضا من خلال الكثير من اللقاءات التي قمت بها مع عدد من وفود البلدان الإفريقية وأيضا ممثلي وأعضاء لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، تحدثوا جميعا أن هناك أمال واسعة، خاصة في الحضور هنا إلى مدينة شرم الشيخ مدينة السلام، وأيضا المشاركة من مصر، وفي ظل التنمية التي تشهدها الدولة المصرية والرغبات والطموح والأمال الكبيرة، هناك بالفعل أمال منشودة من قبل الأفارقة من حضروا هذا الاجتماع. نتحدث عن أكثر من 4000 وافد ومشارك لهذا الاجتماع، جميعهم أكدوا على اختلاف
الطرق التنفيذ، يعني الجميع يتحدث عن الحشد والتعبئة من العنوان، والجميع أشاد بهذا العنوان، العنوان العريض لهذا الاجتماع بحشد وتعبئة التمويل القطاع الخاص، مشاركة كبيرة من القطاع الخاص في البنية التحتية في الأمور التنموية وأيضا التنمية المستدامة، وليست لفترة محددة أو ليست مشروعات مؤقتة ولكن مشروعات على الأمد البعيد. الجميع هنا محمل بالكثير من الرسائل والتنوع في تنفيذ هذه المشروعات في البلدان الإفريقية مختلفة، والجميع هنا يقول ويتحدث، ومن خلال أكثر من لقاء وحوار لي مع عدد من الشباب الأفارقة المشاركين سواء من ضمن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أو أيضا من لديهم مبادرات كبيرة للتنمية في إفريقيا، تحدثوا أننا جميعا لدينا نفس التحديات، لدينا المواجهة الكبيرة تجاه تحديات عديدة، منها التلوث، منها التغير المناخي على مستوى العالم وتحديدا القارة الإفريقية، لكن لابد أن نسعى، لابد أن نجتهد، لابد أيضا أن يكون لدينا خطط واسعة وشاملة للتنفيذ على أرض الواقع. اليوم من خلال هذا الاجتماع وهذا العنوان العريض في هذا العام هو الدفع والحشد والتعبئة لتمويل القطاع الخاص نحو النمو الأخضر، نحو التغير المناخي للقارة الإفريقية. فالجميع أكد على تحديات واحدة وأيضا التوجه بطرق مختلفة وآليات متنوعة، لكن نحو طموح وأمال كبيرة للقارة الإفريقية. نعم، رامي محمد مراسل التلفزيون المصري، أشكرك جزيل الشكر على هذه التغطية الشاملة لفعاليات الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي. إذن مشاهدينا الكرام، يعني أمور كثيرة تندرج تحت هذا العنوان الكبير الذي يتمثل هذا العام في تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في إفريقيا. الرئيس عبد الفتاح السيسي ألقى كلمة بالتأكيد بهذه المناسبة، أعرب خلالها عن التقدير للدور الحيوي الذي يقوم به البنك، بنك التنمية الإفريقي، في دعم قضايا التنمية بالقارة الإفريقية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتنامية على المستوى الدولي. وأيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر مستمرة في دعمها لدفع جهود تحقيق التنمية الاقتصادية لدول القارة الإفريقية سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي. أيضا ذكرت لحضراتكم يعني هناك الكثير من القضايا المهمة، منها على سبيل المثال ويناقشها هذا المؤتمر هذا العام، ضرورة استخدام تكنولوجيا منخفضة الانبعاثات الكربونية والتي منها الطاقات المتجددة والتي تدخل في نظام الاقتصاد الأخضر، وهي وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة والتصدي للأثار المناخية. أيضا هناك موضوع حول القطاع الخاص وهو الموضوع الأبرز، وتمويل القطاع الخاص وابتكار طرق جديدة للتمويل، وأيضا ابتكار طرق جديدة لحشد الاستثمارات المناخية الخاصة بإفريقيا والتنمية المستدامة بالقارة. أيضا هناك موضوع حول دور التكنولوجيا المالية في إطلاق التمويل المستدام والأخضر. يعني كل هذه الأمور لأننا أصبحنا في حاجة ملحة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، لأنه تغير المناخ بشكل أو بآخر كما ذكر ضيوفي منذ الصباح وفي الكلمات التي تبعناها مشاهدينا على الشاشة ومن قلب شرم الشيخ في هذا المؤتمر، هذه التحديات ستعمل على زيادة الضغط على موارد المياه في القارة، على زيادة نزوح السكان، على زيادة الضغط على موارد المياه كما ذكرت. أيضا سيتضاعف تأثير تغير المناخ بشكل أو بآخر، خاصة يعني بعد جائحة كورونا رأينا كيف تزايدت هذه الآثار بشكل أو بآخر. طيب، نأخذ مع حضراتكم هذا الاتصال مع الأستاذ سعيد بربال، مدير عام المصرف المغربي للاستثمار والتجارة الخارجية. أهلا بحضرتك معنا أستاذ سعيد.
اهلا وسهلا بحضرتك. تشرفت بدعوتكم وارجو ان اكون ثقيل على سيادتكم وعلى مشاهديكم وعلى مستمعيكم. نعم، نحن تشرفنا بوجود حضرتك معنا. بالتاكيد حضرتك مدير عام المصرف المغربي للاستثمار والتجاره الخارجيه، هنا اتحدث عن الدور المغربي في هذه الاجتماعات السنويه لبنك التنميه الافريقي. هو لو سمحت تصحيح بسيط، هو أنا مدير عام للمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية. نعم. وهو بنك تنموي جهوي. نعم. لجهة المغرب العربي، دول المغاربي أي المغرب العربي الكبير بدوله الخمس. نعم. وكبنك تنموي، نحن كبنك تنموي جد مهتمين بموضوع هذا المؤتمر وهذا الجمعية العمومية وجمعية الاجتماعات الجمعية العمومية للبنك الأفريقي للتنمية، موضوع جد هام وخاصة ما تم تناوله في هذا الصباح في الجلسة الافتتاحية وما ورد في تدخلات كافة المتدخلين وبالخصوص الكلمة التي أدلى بها أو الكلمة الافتتاحية لمعالي ولفخامة رئيس جمهورية مصر العربية، كانت كلمة قيمة وكانت كبرنامج عمل بمثابة برنامج عمل للجمعية، ويعني تناول فيها أهم الإشكالات المطروحة في مجال التمويل الأخضر وما تتحمله دول أفريقيا من أعباء القروض، وكضرورة التفكير في طرق جديدة وفي تمويلات وأساليب جديدة للتمويل يكون الهدف منها هو حماية البيئة ولما فيه مصلحة الدول الأفريقية عوض أن يكون الربح وإثقال كاهل الدول وخاصة الدول الفقيرة والدول المتوسطة، لأنها تكون في الغالب هي الأكثر تضررا من تأثيرات المناخ، التأثيرات السلبية للمناخ. طيب سيد بربال، ما هي هذه الطرق الجديدة أو المبتكرة من وجهة نظر حضرتك؟ هو هذا دور المؤسسات المالية التمويلية، دورها أن تكون يعني تجد أساليب تمويلية مبتكرة، مثلا على شكل ضمانات، والقرض الأخير الذي استفادت منه جمهورية مصر العربية هو نوع من على شكل ضمانة من البنك الأفريقي للتنمية، يمكنها من رفع تمويلات على السوق الدولية. هذا نوع هذا نموذج من نماذج التمويلية أو الأساليب التمويلية التي يمكن أن تحذو حذوها دول أخرى. هذا نوع. كذلك هناك ما يسمى بالسندات الخضراء، هذه كذلك نوع من الخروج إلى السوق المالية بشروط تفضيلية وبضمانات مؤسسات مالية تنموية التي المفروض أن الهدف لا يكون هو الربح وإنما هو الوصول إلى تطبيق الاستراتيجيات الدولية في مجال حماية البيئة، لأن لو لاحظت كما جاء في الكلمة الافتتاحية للسيد رئيس البنك الأفريقي للتنمية، فإفريقيا لا تساهم إلا بحوالي 3% من الآثار السلبية للانبعاثات الغازية. صحيح. ولكن مع الأسف يعني الآثار السلبية هي المتضرر الأول، هي الدول الإفريقية هي المتضررة وخاصة الدول الموجودة على شكل
على شكل جزر، في جزر في المحيط الهادي أو في المحيط الأطلسي، فغالبا ما تتضرر بشكل مباشر من تأثيرات المناخ. وحتى باقي الدول في من نقص المياه ومن شح الموارد الطبيعية، هذه مع الأسف هذا الدول الأفريقية هي الأكبر تضررا من تأثيرات سلبية للمناخ، وهي أكثر الدول التي تدفع الثمن. طيب أخيرا سيد بربال، يعني هناك من تحدث عن فكرة الوعي الشعبي الإفريقي في مسألة أهمية التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة الخضراء، وهذه المصطلحات التي أصبحت ضرورة ملحة في وقتنا الحاضر. أنت تلمس هناك وعيا شعبيا إفريقيا بأهمية هذه المسألة، أم أن هناك ما زلنا يجب علينا مباشرة الوعي الشعبي بأهمية وخطورة هذه المسألة؟ سيد بربال سريعا تفضل. أظن بأن يعني الشعوب لما يتم تعيش التأثيرات السلبية في على شكل يومي، مثلا الفلاح لما يجد أن شح المياه يؤثر على فلاحته أو غير ذلك من المواطنين، لما يتأثروا سلبيا بهذه التأثيرات بطبيعة الحال. ولكن هذا غير كافي، لأن السياسات أظن بأن السياسات العمومية لكل دولة يجب أن تكون لها من هذا الجانب التحسيسي، سواء في البرامج الإعلامية أو في البرامج التعليمية. يجب دائما أن يكون هذا الهاجز يكون من ناحية التوعية والتحفيز بشكل إذا نحن في حاجة إلى توعية وتحفيز أكثر مما سبق لخطورة وضرورة الوعي بهذه المسألة. أشكرك جزيل الشكر سيد سعيد بربال، مدير عام المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، شكرا جزيلا لحضرتك. إذن مشاهدينا الكرام، كنا مع حضراتكم، هذه تغطية لفعاليات الجلسة الافتتاحية للبنك الإفريقي للتنمية بحضور ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي من مدينة شرم الشيخ. الآن أترك حضراتكم وإعادة لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أشكر لكم حسن المتابعة. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الفخامة، رؤساء الدول الإفريقية الشقيقة، السادة رؤساء الحكومات والمنظمات الدولية ومحافظي البنوك المركزية، السيدات والسادة الحضور، ضيوف مصر الكرام، إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم في مدينة السلام شرم الشيخ التي تشرف باستضافة الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي 2023، وهي الاجتماعات التي حرصت مصر على استضافتها على أراضيها للمرة الثالثة، تأكيداً على بلغ اهتمامنا بتعزيز المساعي الدولية والإقليمية الداعمة لجهود التنمية في جميع ربوع قارتنا الإفريقية. السيدات والسادة، لا تخفى عليكم التحديات المتصاعدة والمتشابكة التي تواجهها دول العالم، فمع ظهور بوادر التعافي من الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي، جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية والتوترات السياسية الدولية لتضيف إلى المشهد العالمي تعقيدات غير مسبوقة تظهر آثارها في اضطرابات حادة في سلاسل التوريد العالمية وموجات تضخمية جارفة. ولقد انعكس هذا المشهد بشكل أكثر قوة على اقتصادات الدول النامية وعلى رأسها اقتصادات دول القارة الإفريقية التي تعاني في الأصل من تحديات داخلية عدة، مما يتطلب أفكاراً غير تقليدية للبحث عن حلول تمويلية تساهم في دفع عجلة المشروعات الأكثر إلحاحاً، خاصة في مجالات
واجهت تحديات التغيرات المناخية والتنمية المستدامة. ويكفي في هذا الصدد الإشارة إلى حجم بعض الاحتياجات التمويلية لدول القارة الإفريقية طبقا لتقديرات الأمم المتحدة وبنك التنمية الإفريقي. ونذكر منها على سبيل المثال للحصر 200 مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، 144 مليار دولار سنويا لمعالجة الآثار السلبية لجائحة كوفيد 19، 108 مليارات دولار سنويا لتمويل مشروعات تهيئة ورفع مستوى البنية التحتية. وهنا تبرز أهمية هذه الاجتماعات ودور بنك التنمية الإفريقي في توفير الحلول التمويلية الملائمة لاحتياجات دول القارة التي تحقق المعادلة الصعبة بين توفير التمويلات الضخمة اللازمة لتحقيق التطلعات التنموية من جانب وخفض مخاطر هذه التمويلات من جانب آخر، عن طريق بناء هياكل مالية مناسبة تحفز المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف على ضخ المزيد من الاستثمارات في شرايين الدول الإفريقية. كما أغتنم هذه الفرصة لدعوة المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف إلى إعادة النظر في المعايير والشروط التي تؤهل الدول للحصول على قروض ميسرة، بحيث تكون متاحة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل على حد سواء، خاصة في ظل تصاعد تكلفة الاقتراض وزيادة أعباء خدمة الدين وما له من انعكاسات سلبية على الموازنات المالية لتلك الدول. السيدات والسادة، إن إشكالية التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية لا تنحصر في نطاق دولة دون غيرها أو إقليم بعينه، وإنما هي قضية وجودية ينبغي أن تأتي على رأس الأولويات الاستراتيجية لجميع دول العالم. وعلى عكس ما قد يعتقده البعض، فإن الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية تتزايد على الدول الأقل نمواً، وهو ما يظهر بوضوح في دول القارة الإفريقية، حيث تؤدي هذه التغيرات إلى ارتفاع معدلات الجفاف واتساع رقعة التصحر وتراجع إنتاجية المحاصيل الزراعية. وتشير التقديرات لأن المخاطر المرتبطة بالجفاف فقط في دول القارة الإفريقية أدت إلى خسائر تجاوزت قيمتها 70 مليار دولار، فضلاً عن تسببها في خفض نمو الإنتاجية الزراعية للقارة بنحو 34%. وتقدر الاحتياجات التموالية لمواجهة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية في إفريقيا بنحو 3 تريليون دولار حتى عام 2030. وفي هذا الصدد تقدر الإشارة إلى النتائج الإيجابية لمخرجات وتوصيات قمة الأمم المتحدة للمناخ كوب 27 التي ترأستها مصر العام الماضي، ويأتي في مقدمتها الاتفاق على إنشاء صندوق مخصص لتوفير التمويل اللازم لتعويض الخسائر والأضرار للدول المتضررة من الفيضانات والجفاف والكوارث المناخية الأخرى. السيدات والسادة، إن معطيات الواقع الاقتصادي تفرض ضرورة تحفيز القطاع الخاص للاطلاع بدور أكبر في توفير التمويل اللازم للنهوض بالمشروعات صديقة البيئة، مع تكثيف آليات استخدام مصادر الطاقة النظيفة وإقرار السياسات والإجراءات اللازمة لذلك. وفي هذا الإطار تولي مصر اهتماماً بالغاً بالبعد البيئي، حيث أصدرت الحكومة المصرية عام 2021 الإصدار الأول من دليل معايير الاستدامة البيئية تحت مسمى الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر، وذلك بهدف توفير الإرشادات اللازمة لدمج معايير التنمية المستدامة في الخطط التنموية، بما ينعكس بالإيجاب على جودة الحياة وعملية التنمية. ومما لا شك فيه أن فعاليات النسخة الحالية من الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي
تمثل فرصة متميزة لتبادل المعرفة والخبرات وتوفير الدعم الفني اللازم لمواجهة تداعيات التغير المناخي، مع طرح أجندة واضحة وفقاً لجدول زمني لتحديد سبل وآليات التعامل مع مختلف التحديات التي تواجهها دول القارة الإفريقية، وصولاً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ضيوف مصر الكرام، ختاماً أجدد ترحيبي بكم جميعاً وأتمنى لكم التوفيق في هذه النسخة من الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي، الذي أتوجه له بالشكر على جهوده الملموسة في تمويل المشروعات التنموية في مختلف أنحاء قارتنا، والتي تجعلنا نتطلع للمزيد من الشراكات الناجحة مع المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف لتحقيق تطلعات شعوبنا نحو النماء والتقدم والازدهار. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.